إعادة تدوير. سيد ثور عامل النفايات يجمع القمامة. إنه الصباح الباكر، لذا يحاول سيد ثور البقاء هادئاً، لكنه لا يستطيع البقاء هادئاً. بابا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب، سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفاتور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بيبا، توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور. لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا، لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحى، هيا بنا. مامي بيج معها الزجاجات، بابا معها علب الصفيح، وجورج معه الصحف. هل الجميع مستعد؟ أجل دادي بيج. إذن فلنذهب جميعاً. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. علب صفيح، زجاجات، صحف ورقية. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. هذا مركز إعادة التدوير. وصلنا. مرحى. مرحبا بكم. أهلا أنسة أرنبة، أجئتم لتقوموا بإعادة التدوير؟ سنفعل. هذا رائع، استمروا. ما الذي تفعله الآنسة أرنبة؟ تعيد تدوير كل السيارات القديمة الصادئة. رائع. في أي صندوق نضع الزجاجات؟ الصندوق الأخضر. صحيح. والعلب في الصندوق الأزرق. أحسنت يا بيبا. يريد جورج إعادة تدوير الصحف. حسناً يا جورج، يمكنك وضع الصحف. هيا، اكتفينا من إعادة التدوير اليوم. أجل، هيا لنعد. أين ذهبت سيارتنا؟ لقد اختفت سيارة بابا. تراجعوا. تعيد الأنسة أرنبة تدوير سيارة بابا. توقفي، هذه سيارتنا. ماذا؟ أهذا صحيح؟ أجل. إن سيارتنا ليست قديمة وصادئة. غلطتي، أنا أحب إعادة التدوير. أجل، ونحن أيضاً، لكننا نحب سيارتنا الصغيرة. أجل، وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ زحمة سير. جراني بيج وجرانبا بيج يجهزان الغداء لبيبا وعائلتها. أحضرت المزيد من البطاطس. أيها الجد، لدينا بالفعل بطاطس كافية. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. حسناً، لكن ضعي البطاطس بالفرن، سيصل الآخرون. أوه، لدينا وقت كاف، ما زالت 11.
بيبا وعائلتها في الطريق. ليتنا تحركنا مبكراً، سوف نتأخر. لا تقلقي مامي بيج، ما زال لدينا وقت كافٍ. نحن نتأخر دائماً عندما نذهب لمنزل الجد والجدة. ليس هذه المرة، وجدت طريقاً جديداً لنتفادى زحمة السير. أوه، لم أتوقع هذا. بيبا وعائلتها علقوا في زحمة السير. انظروا، ها هو الكلب داني ومعه جده أيضاً. إن الكلب داني وجده علقا في الزحام أيضاً. أهلاً يا بيبا. مرحباً بيبا. نحن ذاهبون للغداء مع جدتي وجدي، نحن سوف نتأخر جداً. إنها الواحدة، لقد تأخروا كعادتهم. كيف هي البطاطس الآن؟ ما زالت تحتاج قليلاً من النضج. هذه أنا جراني بيج. مرحباً بيكي، نحن عالقون بزحمة السير. لا تقلق، نحن متأخرون أيضاً. الجد بالغ فيما يخص البطاطس، إلى اللقاء. المساكين عالقون في زحمة سير. يبدو أنه لدي وقت لإحضار بعض البطاطس. جران بابيك، نحن نتحرك ببطء شديد، لن نصل أبداً لمنزل الجد والجدة. بيبا محقة، فلنجرب طريقاً آخر. لكن لا توجد طرق أخرى. أنا أعرف. إلى اللقاء جميعاً، سنسلك طريقاً مختصراً. إلى اللقاء بيبا. موفقين. ستسلك مامي بيج طريقاً مختصراً كي تبتعد عن زحمة السير. الطريق المختصر وعر. هذا ممتع. هل أنت متأكدة من هذا؟ ثق بي. مرحباً أيها البط، نسلك طريقاً مختصراً. انظروا، إنه الطريق الرئيسي. أحسنت مامي بيج. لكننا ما زلنا خلف شاحنة داني. مرحباً. مرحباً. يا إلهي، طريق مامي بيج المختصر لم يكن ناجحاً كفاية. جيد، الغداء جاهز. وأهم شيء هو أن البطاطس نضجت. الغداء جاهز، لكن بيبا وعائلتها لم يصلوا بعد. جراند با بيج يحدثك. كدنا نصل إلى منزلك، لكن السير بطيء ويتحرك بسرعة الحلزون. حلزون بطيء جداً جداً. أوشكوا على الوصول، لكن ما زالوا عالقين في الزحام. المساكين، إن الطعام سوف يبرد. أنا لدي فكرة، سوف أحضر عربة اليد. ما الذي يفعله جرانبا بيج؟ جراني بيج، أرجو أن تضع الغداء في عربة اليد. أمرك جرانبا بيج. إن لم يستطيعوا أن يأتوا للغداء، سوف نأخذ الغداء إليهم. انظروا، ها هما الجدة والجد، ومعهما غداؤنا في عربة اليد. مرحبا بكم، ها هو الغداء جاهز. أيكفي للكلب داني وجده أيضا ليأكل معنا؟ لدينا طعام يكفي للجميع. مرحبا بطاطس. من الجيد أنك طهوت الكثير من البطاطس. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. بركة القوارب. إن البط يسبح في البركة، إنهم سعداء جداً. ها هما بيبا وجورج، ومعهما مامي بيج ودادي بيج. أهلاً يا بط. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضرت جورج قاربه اللعبة. لندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟
قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء. لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعا. أهلا يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. أوه. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. هذا هو الكلب داني مع جرانداد دوغ. مرحبا جميعا. أهلا يا داني. جدي صنع لي قاربا بمجاديف. أوه. أظن هذا رائعا. كيف يعمل؟ بقوة البخار. أنا فقط أدفع هذه الذراع. يا له من قارب رائع. ها هي الأرنبة ريبيكا مع والدتها. مرحبا جميعا. أهلا يا ريبيكا، نحن نلعب بقواربنا. أتمنى لو كان لدي قارب. الأرنبة ريبيكا لا تملك قاربا. أنا لدي فكرة، لحسن الحظ أحضرت جريدتي معي. أحتاج فقط لصفحة واحدة. أي صفحة نزيلها؟ الأخبار؟ الرياضة؟ الموضة. ليست صفحة الموضة. سأستخدم صفحة التجارة. عندما كنت صغيراً اعتدت أن أطوي الجريدة بهذا الشكل. ما الذي يفعله دادي بيج؟ كي أصنع قارباً ورقياً. صنع دادي بيج قارباً ورقياً. شكراً دادي بيج. يريد جورج قارباً ورقياً أيضاً. يمكنني التخلي عن صفحة الرياضة. أحصل على قارب. وأنا. بالطبع. يصنع دادي بيج قوارب ورقية للجميع. لنتسابق. إنها فكرة جيدة. شهيق وزفير ثم ننفخ قواربنا الورقية. فليأخذ الجميع نفساً عميقاً. استعدوا، اثبتوا، انفقوا. لدينا فائز. من أخذ صفحة الرياضة؟ هذا قارب جورج. جورج هو الفائز. أحب القوارب، لكنني أفضل القوارب الورقية. وقت العودة للمنزل. حظي الجميع بوقت رائع. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بط، أراكم قريبا. استمتع البط بالقوارب، لكنه يفضل الاستمتاع بالبركة بمفرده. فحص العين. بيبا وجورج يلعبان مع المهري بيدرو. سوف يقفزون في برك الطين. انزلق بيدرو وفقد نظارته. أين نظارتي؟ بدون نظارة بيدرو لا يرى. جورج وجد نظارة بيدرو. جورج المضحك، تفضل. أشكرك. بيدرو، لم ترتدي هذه النظارة؟ أنا أحتاجها كما قال أخصائي العيون. من هو أخصائي العيون؟ إن أبي أخصائي عيون، يفحصك ليرى إن كنت ترى بوضوح. كيف؟ هل يرى ما بداخل رأسك؟ يقوم بفحص العيون. أتريدين أن أفحص عينيك؟ أجل، فلتفحص عيني. حسناً. مثير للاهتمام. أغلقي عيناً وقولي لي ماذا ترين. أنا أرى جورج. الآن أغلقي عينيك. الآن أنا لا أرى أي شيء. لا ترين أي شيء. أمر مثير للاهتمام.
أنت تحتاجين لنظارة. أوه، حقاً؟ نعم. بيدرو، وقت الرحيل. إلى اللقاء يا بيدرو. ناي. إلى اللقاء. أمي، أحتاج لنظارة. ماذا؟ بيدرو قام بفحص عيني وأنا أحتاج نظارة. عيناك سليمتان يا بيبا. لا يا أمي، عندما أغلق عيني لا أرى أي شيء تماماً. لا أحد يرى شيئاً عندما يغلق عيني. أوه، ماذا تقولين عن احتياجك لنظارة؟ يعرف بيدرو كل شيء عن النظارات، فإن والده أخصائي عيون. حسناً يا بيبا، لنأخذك إلى أخصائي عيون ليفحصك. لنذهب الآن. جورج، أتريد أن تفحص عينيك؟ لا. بيبا عند أخصائي العيون. سيد مهر هو أخصائي العيون. مرحباً بيبا، فلتجلسي. الآن، كيف أساعدك؟ أريد فحص عيني، أرجوك. بالتأكيد، ارتدي هذه النظارات وانظري إلى هذه اللوحة. سيد مهر سيفحص عيني بيبا. أيمكنك قراءة الحروف؟ حسناً. A B C D E F. جيد، والآن هذه الأرقام. 1 2 3 4 5 6. جيد. والآن هذه الألوان: أحمر، أخضر، برتقالي، أزرق، أصفر، بنفسجي. ممتاز. بينما أتفقد النتائج، أتختارين نظارة؟ أجل أرجوك. ماذا عن هذه النظارة؟ إنها مضحكة. أعرف، ماذا عن هذه؟ إنها كبيرة جداً. ماذا عن هذه؟ رائع، كم أحببت هذه يا أمي. أجل يا بيبا، تبدين رائعة. أنا أبدو رائعة جداً. عظيم، بيبا نظرها ممتاز. أنا لا أحتاج لنظارة؟ لا، لكنني أردت بالفعل نظارة حقاً. يمكنك الحصول على نظارة شمسية. أجل، نظارة شمسية. تفضلي. رائع جداً. ليتها تكون مشمسة كل يوم كي أرتدي نظاراتي الشمسية دوماً. وقت النوم. اقترب وقت النوم. أوشك بيبا وجورج على إنهاء العشاء. دادي بيج. آسف، أنا متعب، كان يوماً طويلاً. أنا وجورج لا نريد النوم مطلقاً. هل نلعب في الحديقة؟ اقترب موعد النوم. أنا ألعب بالخارج لفترة قليلة جداً. أرجوك يا أمي، أرجوك يا أبي. حسناً، عودا قبل موعد الاستحمام. لا أعلم من أين يأتيان بكل هذه الطاقة. بيبا وجورج يلعبان آخر لعبة بالخارج قبل موعد النوم. انظر يا جورج، الكثير من برك الطين. بيبا وجورج يرتديان أحذيتهما، سوف يقومان بالقفز في برك الطين. بيبا تحب القفز في برك الطين. جورج يحب القفز في برك الطين. انظر، أكبر بركة طين في العالم. يا لها من بركة كبيرة. بيبا، جورج، وقت الاستحمام. أبي، أمي، لقد وجدنا أكبر بركة طين في العالم. يمكنني رؤيته. هيا للحمام. أنا ألعب بالخارج لوقت أطول. لا، إنه وقت الاستحمام. أتشعران بالنعاس أنت وجورج؟ لا يا أبي، نحن لا نشعر بالنعاس على الإطلاق. بيبا،
بيبا وجورج قد لا يشعران بالنعاس، لكن أشعر به. وأنا أيضاً. قبل وقت النوم، بيبا وجورج يستحمان. بيبا تحب رش الماء، وجورج يحب رش الماء. بيبا وجورج يحبان رش الماء. يكفي رش الماء لترتدي ملابس النوم. ألا يمكننا البقاء في الحمام لوقت أطول؟ انتهى وقت الاستحمام، حان وقت غسل الأسنان. قبل النوم، بيبا وجورج يغسلان أسنانهما. حسناً، يكفي هذا الغسيل. إلى النوم. أعتقد أن أسناننا تحتاج لغسيل أكثر. كونا مطيعين حتى تقرأ لكما القصة. بيبا وجورج يحبان القصص. عندما تذهب بيبا إلى السرير، تأخذ معها تيدي دائماً. عندما يذهب جورج إلى السرير، يأخذ معه سيد ديناصور دائماً. أتشعران بالنعاس دائماً؟ لا لا يا أبي، نريد الكثير والكثير من القصص. دادي بيك سيقرأ لكما واحدة، أي كتاب تريدان؟ كتاب القرد الأحمر. حسناً، سأقرأ لكما كتاب القرد الأحمر. بيبا وجورج يحبان كتاب القرد الأحمر. في يوم من الأيام. آسفة دادي بيج. في يوم من الأيام كان هناك قرد أحمر، وهذا القرد الأحمر قام بالاستحمام وغسل أسنانه وذهب إلى سريره. عندها خلد إلى النوم بسرعة. ليلة سعيدة أيها القرد. بيبا وجورج نائمان. ليلة سعيدة، نوماً هنيئاً. الآن بيبا وجورج نائمان. مامي بيج ودادي بيج سوف يشاهدان التلفاز قليلاً. والآن حان وقت سيد بطاطس العظيم. كنت أتطلع لمشاهدة هذا البرنامج. سيد بطاطس العظيم مستعد للتحرك دوماً، يركض بسرعة، يقفز عالياً، ولا ينام أبداً. إنه وقت نوم بيبا وجورج، ويبدو أنه وقت نوم مامي بيج ودادي بيج أيضاً. اليوم الرياضي. اليوم هو اليوم الرياضي المدرسي. بيبا وكل أصدقائها هنا. المسابقة ستبدأ. على الأطفال أن يركضوا سريعاً. أعتقد سأفوز، يمكنني الركض بسرعة. لا، أنا أسرع منك. استعدوا، أثبتوا، هيا. يمكنني الركض 100 ميل في الساعة. يمكنني الركض 1,000,000 ميل في الساعة. بيبا، سوزي، توقف عن الحديث واركضا. الأرنبة ريباكا في المقدمة. يا إلهي، إن بيبا وسوزي ما زالتا في الخلف. هيا يا أرنبة. هيا ريباكا. ريباكا تفوز. بيبا وسوزي بالنهاية. الفائزة بالسباق هي الأرنبة ريباكا. شكراً. كان يمكنني الفوز إن لم تستمر في التحدث معي سوزي. اهدئي يا بيبا، تذكري أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة في هذا. أجل يا أبي. السباق الثاني هو الوثب الطويل. جورج وريتشارد عليهما أن يريا من سيقفز أبعد. جورج، هيا اركض بأقصى سرعتك وبعدها اقفز أبعد ما يمكن. جورج، استعد، أثبت، انطلق. جورج قفز أبعد ما يمكنه. الآن دور الأرنب ريتشارد. إن لم يركض ريتشارد فلن يستطيع القفز بعيداً. الأرنب ريتشارد، استعد، أثبت، انطلق. الأرنب ريتشارد قفز أبعد من جورج. والفائز هو الأرنب ريتشارد. مرحبا. جورج، تذكر أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة أهم. السباق التالي المناوبة.
كل طفل عليه اختيار شريك للتسابق. بيبا اختاريني اختاريني. لكن يا أبي أنت لست جيداً في الركض. كنت جيداً جداً عندما كنت صغيراً. لكن الآن لديك بطن كبير. لكن يمكنني لمس أصابع قدمي. حسناً يا أبي، لكن عليك الركض سريعاً جداً. الأمهات والآباء سيركضون في بداية السباق ثم يسلمون العصية للأطفال. الأمهات والآباء استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. هيا يا أمي. دادي بيك في المقدمة. هيا يا أبي. هيا هيا يا أبي. شكرا يا أبي، لقد أحسنت عملا. الآن هو دوري كي أخذ. أوقف التحدث واركضي. استمري في الجري، استمري. والفائزة هي الفيلة أميلي. أوه يا أبي، لم أفز بجائزة بعد. لا تقلقي يا بيبا، هناك مسابقة أخرى. والآن آخر مسابقة في اليوم هي شد الحبل. الأولاد ضد البنات. عندما أقول انطلقوا عليكم أن تسحبوا الحبل بكل قوتكم. البنات سيفوزن. لا لن يفوزن، بل الأولاد. استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. هيا يا أولاد. هيا اسحبوا. هيا يا فتيات اسحبوا. أنا أسحب. الجميع يسحبون بقوة، الحبل ينقطع. النتيجة هي تعادل، لقد فاز الفريقان. أنا أحب اليوم الرياضي المدرسي، وخاصة عندما أفوز بجائزة كهذه. يوم ضبابي. بيبا وجورج سيذهبان إلى الملعب اليوم. علينا القيادة إلى الملعب. فلنذهب سيراً. انظروا، ها هو الملعب هناك. إن الملعب قريب. حسناً، لنذهب سيراً. هيا من هنا. ذاهبون للملعب، ذاهبون للملعب. إلى أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، إنه مجرد غيم. ما هو الغيم؟ الغيم هو سحاب على الأرض بدلاً من السماء. إنه غيم كثيف. أنا لا أرى أي شيء. ربما علينا العودة للمنزل. أجل، سوف نذهب للملعب يوماً آخر. إن الجو ضبابي جداً للذهاب إلى الملعب، لذا عليهما العودة للمنزل. الآن، أين هو طريق المنزل؟ هل تهنى دادي بيك؟ لا تقلقي، أعلم تماماً أين نحن. من هنا. من وضع هذه الشجرة؟ دادي بيك ارتطم بشجرة. هل أنت بخير دادي بيك؟ أجل، أنا بخير. من هنا. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. لا أعتقد أننا سوف نجد منزلنا مجدداً. واثق أننا سنفعل يا بيبا، نحن في حديقتنا. أوه، إنهم البط. مرحباً سيدة بطة، هل أنت تائهة عن بركتك؟ نحن تائهون أيضاً. نحن لسنا تائهين، أعلم تماماً أين نحن. أراكم لاحقاً يا بط، حظاً سعيداً في إيجاد بركتكم. لقد وجد دادي بيك بركة البط. هذا موفق. أجل، يا لها من ضربة حظ. أبي، إن السيدة بطة تشكرك. على الروح يا سيدة بطة. الآن هيا لنجد منزلنا، إنه بهذا الاتجاه. مرحباً. هل سمعتم شيئاً؟
أجل، أعتقد سمعت أحداً يقول مرحباً. إنها الأرنبة الأم مع ريبيكا وريتشارد. أهلاً يا بيبا، نحن تائهون. أهلاً يا ريبيكا، نحن تائهون أيضاً. نحن أردنا الذهاب إلى الملعب. ونحن أيضاً، لكن الغيوم كثيرة جداً. تعالوا جميعاً، سنعود لمنزلنا حتى ترحل الغيوم. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف، من هنا. حسناً دادي بيك. لقد وجدت هبطنا، اقتربنا من المنزل. مرحبا. يجب أن يكون منزلنا هنا. دادي بيك وجد سلماً. هذا غريب، نحن ليس لدينا سلم في حديقتنا. يا إلهي، هل تعرف أين نحن دادي بيك؟ أجل، يمكنني. أبي، أين نحن الآن؟ ألقي نظرة. حسناً. رائع. واو، أرى كل شيء مجدداً. هذا الغيم يذهب بعيداً. نحن في الملعب. مرحبا. وي، نحن في الملعب، نحن في الملعب. وي. أرجوحة أرجوحة. أبي، أمي. نحن الآن في الملعب. حسناً، هذا جيد، لكنني ظننتما سنذهب للمنزل. وأنا أيضاً، قد نكون تهنا لوهلة صغيرة. السباحة. بيبا وعائلتها في حمام السباحة. دادي بيك يرتدي زي السباحة، ومامي بيك ترتدي زي السباحة، وبيبا ترتدي زي السباحة. أسرع يا جورج، الجميع ينتظر. وجورج يرتدي زي السباحة. بيبا، جورج، هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنب ريتشارد. أهلاً ريبيكا. مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جداً، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جداً في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد، سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيحاً يا ريبيكا؟ أجل. ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. آسفة يا ريتشارد، لا أستطيع الوصول، إنه بعيد جداً عني. أمي، لا أستطيع السباحة تحت الماء. أنا أيضاً لا يمكنني السباحة تحت الماء. أمسكي نظارتي جيداً. تفضل. أحسنت بالفعل. أنا جيد في السباحة تحت الماء. إن رشاش الماء هو للأطفال.
أيمكننا القفز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا، لكن ألواح الغطس هذه للكبار. أوه، ابتهجا وشاهداني أغطس. مضحك يا أبي، إن بطنك كبير جداً بالفعل. لا يهم، فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير. كان هذا منذ وقت طويل دادي بيج. لحسن حظي أنني محافظ على رشاقتي. أرجوك أمسكي بنظارتي، ستشاهدينني أفضل من الجانب. أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي. لن أرش عليكم الماء بالطبع، قد أحتاج إلى لوح أعلى. أرجوك توخى الحذر. أجل، لا ترشنا بالماء يا أبي. لا تقلقي بيبا. أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي. قلت لن أرشكم بالماء. ماهر يا أبي. أحسنت دادي بيج. لا أحتاج إلى منشافة، لدي طريقتي الخاصة لتجفيف نفسي. رش دادي بيج الماء على الجميع. دادي بيج، أعتذر للجميع. مرآب الكلب الجد. هذا هو مرآب الكلب الجد. ها هي بيبا وعائلتها في سيارتهم. مرحبا يا داني. أهلا يا بيبا. كيف أساعدكم اليوم؟ لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. أوه، بالتأكيد. مرآب الكلب الجد يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكرا. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك. ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفد وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أوه لا، نفد كل الهواء من الإطارات. هل سيكون على الكلب الجد إنقاذنا؟ أعتقد. هذا أنا الكلب الجد. حسناً، اطمئني، لا تفزعي، سآتي لك. إلى الإنقاذ. أيمكنني القدوم؟ إلى الإنقاذ بيبا. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. مرحبا سوزي، لقد أتينا لإنقاذك. مرحبا. إن الكلب الجد ينفخ إطارات السيارة. أشكرك كثيرا. ها هي الجدة ومعها الجد في سيارتهما. مرحبا بالجميع. أهلا جرانبا بيج، أتريد وقودا أم نفخا؟ شكرا، أريد تجربة الغسيل الآلي الجديد للسيارة. بالتأكيد، إنه يعمل بالكمبيوتر. أنا مغسلة السيارات المستقبلية. أولاً الماء والصابون، ثم الغسيل، ثم أخيراً المسح.
رائع. آسفة، لدي عطل. يا إلهي، لقد تعطل الكمبيوتر وسيارة الجد عالقتنا الآن. افعل شيئاً أيها الكلب الجد. أنا لا أعرف كيف أصلح الكمبيوتر. والدي، أصلح الكمبيوتر في منزلنا. حسناً، أنا لم أقم بإصلاح الكمبيوتر، أنا فقط. رائع، إذن هذه وظيفة دادي بيك. ربما إن قمت بإطفائه ثم أدرته مجدداً. دادي بيك أصلح مغسلة السيارات. إن الكلب الجد هو أفضل من يصلح سيارات، وأبي أصلح مغسلة السيارات. السوق الخيري. إنه يوم ممطر، وهناك ثقب بسطح المدرسة. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررتِ؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف خفاء أبي القديمين. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. لقد كنت تقول هذا منذ زمن طويل. عرفت، سأتبرع بالجوارب التي صنعتها جراني بيج. رائع. جئت لأجمع أشياءكم للسوق الخيري. ها هي. شكراً. أتودين هذا الكرسي القديم؟ شكراً لكرمك. إلى اللقاء. وداعاً. أمي، لقد تبرعت بكرسي أبي. شش، لا تخبري، لن يلاحظ. إنه يوم السوق الخيري. مرحباً. أهلاً أنسة أرنبة. بيبا، ما رأيك بهذا الكرسي؟ رديء بعض الشيء، تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب. لكنه أثري. حقاً؟ قال أبي إنه يساوي الكثير من المال. حقاً؟ لم أعلم، أظن علي رفع السعر. وداعاً. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة. تبرعت ببالون الببغاء. تبرعت بالقرد لعبتي. سوف أفتقد صندوقي الصغير. أشتري هذا الصندوق الصغير؟ وأنا أريد رداء الممرضة هذا. بالون الببغاء من فضلك. أمي، انظري لما اشتريناه. كل لعبك القديمة. لقد افتقدناها. انظروا لما اشتريته، إنه كرسي أثري. أوه دادي بيج، هذا ليس كرسياً أثرياً. بلى، أخبرتني الأنسة أرنبة، مثل كرسي القديم. أجل يا أبي، وهذا لأنه بيبا، كرسيك القديم الأثري. ماذا؟
لكن الأنسة أرنبة جعلتني أدفع الكثير من المال. خبر رائع للجميع، لقد قمنا للتو بجمع المال لسطح المدرسة الجديد. مرحبا. شكراً دادي بيج. هو على الرحب والسعة. إعادة تدوير. سيد ثور عامل النفايات يجمع القمامة. إنه الصباح الباكر، لذا يحاول سيد ثور البقاء هادئاً، لكنه لا يستطيع البقاء هادئاً. بابا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب، سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفاتور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بابا توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور، لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا، لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. أوه حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحى، هيا بنا. مامي بيج معها الزجاجات، بابا معها علب الصفيح، وجورج معه الصحف. هل الجميع مستعد؟ أجل دادي بيج. إذن فلنذهب جميعاً. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. علب صفيح، زجاجات، صحف ورقية. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. هذا مركز إعادة التدوير. وصلنا. مرحبا. مرحبا بكم. أهلا أنسة أرنبة، أجئتم لتقوموا بإعادة التدوير؟ سنفعل. هذا رائع، استمروا. ما الذي تفعله الآنسة أرنبة؟ تعيد تدوير كل السيارات القديمة الصادئة. رائع. في أي صندوق نضع الزجاجات؟ الصندوق الأخضر. صحيح. والعلب في الصندوق الأزرق. أحسنت يا بيبا. يريد جورج إعادة تدوير الصحف. حسناً يا جورج، يمكنك وضع الصحف. هيا، اكتفينا من إعادة التدوير اليوم. أجل، هيا لنعد. أوه، أين ذهبت سيارتنا؟ لقد اختفت سيارة بابا. تراجعوا. تعيد الأنسة أرنبة تدوير سيارة بابا. توقفي، هذه سيارتنا. ماذا؟ أهذا صحيح؟ أجل، إن سيارتنا ليست قديمة وصادئة. غلطتي، أنا أحب إعادة التدوير. أجل، ونحن أيضاً، لكننا نحب سيارتنا الصغيرة. أجل، وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ زحمة سير.
جراني بيج وجرانبا بيج يجهزان الغداء لبيبا وعائلتها. أحضرت المزيد من البطاطس. أيها الجد، لدينا بالفعل بطاطس كافية. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. حسناً، لكن ضعي البطاطس بالفرن، سيصل الآخرون. أوه، لدينا وقت كاف. ما زالت 11. بيبا وعائلتها في الطريق. ليتنا تحركنا مبكراً، سوف نتأخر. لا تقلقي مامي بيج، ما زال لدينا وقت كاف. نحن نتأخر دائماً عندما نذهب لمنزل الجد والجدة. ليس هذه المرة، وجدت طريقاً جديداً لنتفادى زحمة السير. أوه، لم أتوقع هذا. بيبا وعائلتها علقوا في زحمة السير. انظروا، ها هو الكلب داني ومعه جده أيضاً. إن الكلب داني وجده علق في الزحام أيضاً. أهلاً يا بيبا. مرحباً بيبا. نحن ذاهبون للغداء مع جدتي وجدي، نحن سوف نتأخر جداً. إنها الواحدة، لقد تأخروا كعادتهم. كيف هي البطاطس الآن؟ ما زالت تحتاج قليلاً من النضج. هذه أنا جراني بيج. مرحباً بك، نحن عالقون بزحمة السير. لا تقلق، نحن متأخرون أيضاً. الجد بالغ فيما يخص البطاطس، إلى اللقاء. المساكين عالقون في زحمة سير. يبدو أنه لدي وقت لإحضار بعض البطاطس. جرانبا بيج، نحن نتحرك ببطء شديد، لن نصل أبداً لمنزل الجد والجدة. بيبا محقة، فلنجرب طريقاً آخر. لكن لا توجد طرق أخرى. أنا أعرف. إلى اللقاء جميعاً، سنسلك طريقاً مختصراً. إلى اللقاء بيبا. موفقين. ستسلك مامي بيج طريقاً مختصراً كي تبتعد عن زحمة السير. الطريق المختصر وعر. هذا ممتع. هل أنت متأكدة من هذا؟ ثق بي. مرحباً أيها البط، نسلك طريقاً مختصراً. انظروا، إنه الطريق الرئيسي. أحسنت مامي بيج. لكننا ما زلنا خلف شاحنة داني. مرحباً. مرحباً. يا إلهي، طريق مامي بيج المختصر لم يكن ناجحاً كفاية. جيد، الغداء جاهز. وأهم شيء هو أن البطاطس نضجت. الغداء جاهز، لكن بيبا وعائلتها لم يصلوا بعد. جراندبا بيج يحدثك. كدنا نصل إلى منزلك، لكن السير بطيء ويتحرك بسرعة الحلزون. حلزون بطيء جداً جداً. أوشكوا على الوصول، لكن ما زالوا عالقين في الزحام. المساكين، إن الطعام سوف يبرد. أنا لدي فكرة، سوف أحضر عربة اليد. ما الذي يفعله جرانبا بيج؟ جراني بيج، أرجو أن تضع الغداء في عربة اليد. أمرك جرانبا بيج. إن لم يستطيعوا أن يأتوا للغداء، سوف نأخذ الغداء إليهم. انظروا، ها هما الجدة والجد، ومعهما غداؤنا في عربة اليد. مرحبا بكم، ها هو الغداء جاهز. أيكفي للكلب داني وجده أيضا ليأكل معنا؟ لدينا طعام يكفي للجميع. مرحبا بطاطس. من الجيد أنك طهوت الكثير من البطاطس. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. بركة القوارب. إن البط يسبح في البركة، إنهم سعداء جداً. ها هما بيبا وجورج، ومعهما مامي بيج ودادي بيج. أهلاً يا بط. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضر جورج قاربه اللعبة.
لندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟ قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء. لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعا. أهلا يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. أوه. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. هذا هو الكلب داني مع جرانداد دوغ. مرحبا جميعا. أهلا يا داني. جدي صنع لي قاربا بمجاديف. أظن هذا رائعا. كيف يعمل؟ بقوة البخار. أنا فقط أدفع هذه الذراع. يا له من قارب رائع. ها هي الأرنبة ريبيكا مع والدتها. مرحبا جميعا. أهلا يا ريبيكا، نحن نلعب بقواربنا. أتمنى لو كان لدي قارب. الأرنبة ريبيكا لا تملك قاربا. أنا لدي فكرة، لحسن الحظ أحضرت جريدتي معي. أحتاج فقط لصفحة واحدة. أي صفحة نزيلها؟ الأخبار؟ الرياضة؟ الموضة. ليست صفحة الموضة. سأستخدم صفحة التجارة. عندما كنت صغيراً اعتدت أن أطوي الجريدة بهذا الشكل. ما الذي يفعله دادي بيج؟ كي أصنع قارباً ورقياً. صنع دادي بيج قارباً ورقياً. شكراً دادي بيج. يريد جورج قارباً ورقياً أيضاً. يمكنني التخلي عن صفحة الرياضة. أحصل على قارب. وأنا. بالطبع. يصنع دادي بيج قوارب ورقية للجميع. لنتسابق. إنها فكرة جيدة. شهيق وزفير ثم ننفخ قواربنا الورقية. فليأخذ الجميع نفسا عميقا. استعدوا، اثبتوا، انفخوا. لدينا فائز. من أخذ صفحة الرياضة؟ هذا قارب جورج. جورج هو الفائز. أحب القوارب، لكنني أفضل القوارب الورقية. وقت العودة للمنزل. حظي الجميع بوقت رائع. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بط، أراكم قريبا. استمتع البط بالقوارب، لكنه يفضل الاستمتاع بالبركة بمفرده. فحص العين. بيبا وجورج يلعبان مع المهري بيدرو. سوف يقفزون في برك الطين. انزلق بيدرو وفقد نظارته. أين نظارتي؟ بدون نظارة بيدرو لا يرى. جورج وجد نظارة بيدرو. جورج المضحك، تفضل. أشكرك. بيدرو، لم ترتدي هذه النظارة؟ أنا أحتاجها كما قال أخصائي العيون. من هو أخصائي العيون؟ إن أبي أخصائي عيون، يفحصك ليرى إن كنت ترى بوضوح. كيف؟ هل يرى ما بداخل رأسك؟ يقوم بفحص العيون. أتريدين أن أفحص عينيك؟ أجل، فلتفحص عيني. حسناً.
مثير للاهتمام. أغلقي عيناً وقولي لي ماذا ترين؟ أنا أرى جورج. الآن أغلقي عينيك. الآن أنا لا أرى أي شيء. لا ترين أي شيء. أمر مثير للاهتمام. أنت تحتاجين لنظارة. أوه، حقاً؟ نعم. بيدرو، وقت الرحيل. إلى اللقاء يا بيدرو. ناي. إلى اللقاء. أمي، أحتاج لنظارة. ماذا؟ بيدرو قام بفحص عيني وأنا أحتاج نظارة. عيناك سليمتان يا بيبا. لا يا أمي، عندما أغلق عيني لا أرى أي شيء تماماً. لا أحد يرى شيئاً عندما يغلق عيني. أوه، ماذا تقولين عن احتياجك لنظارة؟ تعرف بيدرو كل شيء عن النظارات، فإن والده أخصائي عيون. حسناً يا بيبا، لنأخذك إلى أخصائي عيون ليفحصك. لنذهب الآن. جورج، أتريد أن تفحص عينيك؟ لا. بيبا عند أخصائي العيون. سيد مهر هو أخصائي العيون. مرحباً بيبا، فلتجلسي. الآن كيف أساعدك؟ أريد فحص عيني، أرجوك. بالتأكيد، ارتدي هذه النظارات وانظري إلى هذه اللوحة. سيد مهر سيفحص عيني بيبا. أيمكنك قراءة الحروف؟ حسناً. A B C D E F. جيد، والآن هذه الأرقام. 1 2 3 4 5 6. جيد. والآن هذه الألوان: أحمر، أخضر، برتقالي، أزرق، أصفر، بنفسجي. ممتاز. بينما أتفقد النتائج، أتختارين نظارة؟ أجل أرجوك. ماذا عن هذه النظارة؟ إنها مضحكة. أعرف، ماذا عن هذه؟ إنها كبيرة جداً. ماذا عن هذه؟ رائع، كم أحببت هذه يا أمي. أجل يا بيبا، تبدين رائعة. أنا أبدو رائعة جداً. عظيم، بيبا نظرها ممتاز. أنا لا أحتاج لنظارة؟ لا، لكنني أردت بالفعل نظارة حقاً. يمكنك الحصول على نظارة شمسية. أجل، نظارة شمسية. تفضلي. رائع جداً. ليتها تكون مشمسة كل يوم كي أرتدي نظاراتي الشمسية دوماً. وقت النوم. اقترب وقت النوم. أوشك بيبا وجورج على إنهاء العشاء. دادي بيج. آسف، أنا متعب، كان يوماً طويلاً. أنا وجورج لا نريد النوم مطلقاً. هل نلعب في الحديقة؟ اقترب موعد النوم. أنا ألعب بالخارج لفترة قليلة جداً. أرجوك يا أمي، أرجوك يا أبي. حسناً، عودا قبل موعد الاستحمام. لا أعلم من أين يأتيان بكل هذه الطاقة. بيبا وجورج يلعبان آخر لعبة بالخارج قبل موعد النوم. انظر يا جورج، الكثير من برك الطين. بيبا وجورج يرتديان أحذيتهما، سوف يقومان بالقفز في برك الطين. بيبا تحب القفز في برك الطين. جورج يحب القفز في برك الطين. انظر، أكبر بركة طين في العالم. يا لها من بركة كبيرة. بيبا، جورج، وقت الاستحمام. أبي، أمي، لقد وجدنا أكبر بركة طين في العالم. يمكنني رؤيته. هيا للحمام. أنا ألعب بالخارج لوقت أطول. لا،
إنه وقت الاستحمام. أتشعران بالنعاس أنت وجورج؟ لا يا أبي، نحن لا نشعر بالنعاس على الإطلاق. بيبا وجورج قد لا يشعران بالنعاس، لكن أشعر به. وأنا أيضاً. قبل وقت النوم، بيبا وجورج يستحمان. بيبا تحب رش الماء، وجورج يحب رش الماء. بيبا وجورج يحبان رش الماء. يكفي رش الماء لترتدي ملابس النوم. ألا يمكننا البقاء في الحمام لوقت أطول؟ انتهى وقت الاستحمام، حان وقت غسل الأسنان. قبل النوم، بيبا وجورج يغسلان أسنانهما. حسناً، يكفي هذا الغسيل. إلى النوم. أعتقد أن أسناننا تحتاج لغسيل أكثر. كونا مطيعين حتى تقرأ لكما القصة. بيبا وجورج يحبان القصص. عندما تذهب بيبا إلى السرير، تأخذ معها تيدي دائماً. عندما يذهب جورج إلى السرير، يأخذ معه سيد ديناصور دائماً. أتشعران بالنعاس دائماً؟ لا يا أبي، نريد الكثير والكثير من القصص. دادي بيج سيقرأ لكما واحدة، أي كتاب تريدان؟ كتاب القرد الأحمر. حسناً، سأقرأ لكما كتاب القرد الأحمر. بيبا وجورج يحبان كتاب القرد الأحمر. في يوم من الأيام. آسفة دادي بيج. في يوم من الأيام كان هناك قرد أحمر، وهذا القرد الأحمر قام بالاستحمام وغسل أسنانه وذهب إلى سريره. عندها خلد إلى النوم بسرعة. ليلة سعيدة أيها القرد. بيبا وجورج نائمان. ليلة سعيدة، نوما هنيئا. الآن بيبا وجورج نائمان. مامي بيج ودادي بيج سوف يشاهدان التلفاز قليلاً. والآن حان وقت سيد بطاطس العظيم. كنت أتطلع لمشاهدة هذا البرنامج. سيد بطاطس العظيم مستعد للتحرك دوماً، يركض بسرعة، يقفز عالياً، ولا ينام أبداً. إنه وقت نوم بيبا وجورج، ويبدو أنه وقت نوم مامي بيج ودادي بيج أيضاً. اليوم الرياضي. اليوم هو اليوم الرياضي المدرسي. بيبا وكل أصدقائها هنا. المسابقة ستبدأ. على الأطفال أن يركضوا سريعاً. أعتقد سأفوز، يمكنني الركض بسرعة. لا، أنا أسرع منك. استعدوا، أثبتوا، هيا. يمكنني الركض 100 ميل في الساعة. يمكنني الركض 1,000,000 ميل في الساعة. بيبا، سوزي، توقف عن الحديث واركضا. الأرنبة ريباكا في المقدمة. يا إلهي، إن بيبا وسوزي ما زالتا في الخلف. هيا يا بيبا. هيا ريباكا. ريباكا تفوز. بيبا وسوزي بالنهاية. الفائزة بالسباق هي الأرنبة ريباكا. شكراً. كان يمكنني الفوز إن لم تستمر في التحدث معي سوزي. اهدئي يا بيبا، تذكري أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة في هذا. أجل يا أبي. السباق الثاني هو الوثب الطويل. جورج وريتشارد عليهما أن يريا من سيقفز أبعد. جورج، هيا اركض بأقصى سرعتك وبعدها اقفز أبعد ما يمكن. جورج، استعد، أثبت، انطلق. جورج قفز أبعد ما يمكنه. الآن دور الأرنب ريتشارد. إن لم يركض ريتشارد فلن يستطيع القفز بعيداً. الأرنب ريتشارد، استعد، أثبت، انطلق. الأرنب ريتشارد قفز أبعد من جورج. والفائز هو الأرنب ريتشارد. مرحبا.
تذكر أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة أهم. السباق التالي المناوبة، كل طفل عليه اختيار شريك للتسابق. بيبا، اختاريني، اختاريني. لكن يا أبي، أنت لست جيداً في الركض. كنت جيداً جداً عندما كنت صغيراً. لكن الآن لديك بطن كبير. لكن يمكنني لمس أصابع قدمي. حسناً يا أبي، لكن عليك الركض سريعاً جداً. الأمهات والآباء سيركضون في بداية السباق، ثم يسلمون العصية للأطفال. الأمهات والآباء، استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. أسرع يا أمي. دادي بيك في المقدمة. هيا يا أمي. هيا هيا يا أمي. شكراً يا أبي، لقد أحسنت عملاً. الآن هو دوري كي يأخذ. أوقف التحدث واركضي. استمري في الجري، استمري. والفائزة هي الفيلة إيميلي. أوه يا أبي، لم أفز بجائزة بعد. لا تقلق يا بيبا، هناك مسابقة أخرى. والآن آخر مسابقة في اليوم هي شد الحبل، الأولاد ضد البنات. عندما أقول انطلقوا، عليكم أن تسحبوا الحبل بكل قوتكم. البنات سيفوزن. لا، لن يفوزن، بل الأولاد. استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. هيا يا أولاد. هيا، اسحبوا. هيا يا فتيات، اسحبوا. أنا أسحب. الجميع يسحبون بقوة، الحبل ينقطع. النتيجة هي تعادل، لقد فاز الفريقان. مرحبا. أنا أحب اليوم الرياضي المدرسي، وخاصة عندما أفوز بجائزة كهذه. يوم ضبابي. بيبا وجورج سيذهبان إلى الملعب اليوم. علينا القيادة إلى الملعب. فلنذهب سيراً. انظروا، ها هو الملعب هناك. إن الملعب قريب. حسناً، لنذهب سيراً. هيا من هنا. ذاهبون للملعب، ذاهبون للملعب. إلى أين ذهبت السماء؟ لا تقلق يا بيبا، إنه مجرد غيم. ما هو الغيم؟ الغيم هو سحاب على الأرض بدلاً من السماء. إنه غيم كثيف. أنا لا أرى أي شيء. ربما علينا العودة للمنزل. أجل، سوف نذهب للملعب يوماً آخر. إن الجو ضبابي جداً للذهاب إلى الملعب، لذا عليهما العودة للمنزل. الآن، أين هو طريق المنزل؟ هل تهنى دادي بيج؟ لا تقلقي، أعلم تماماً أين نحن. من هنا. من وضع هذه الشجرة؟ دادي بيج ارتطم بشجرة. هل أنت بخير دادي بيج؟ أجل، أنا بخير. من هنا. دادي بيج، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. لا أعتقد أننا سوف نجد منزلنا مجدداً. واثق أننا سنفعل يا بيبا، نحن في حديقتنا. إنهم البط. مرحباً سيدة بطة، هل أنت تائهة عن بركتك؟ نحن تائهون أيضاً. نحن لسنا تائهين، أعلم تماماً أين نحن. أراكم لاحقاً يا بط، حظاً سعيداً في إيجاد بركتكم. لقد وجد دادي بيج بركة البط. هذا موفق. أجل، يا لها من ضربة حظ. أبي، إن السيدة بطة تشكرك. على الروح بي يا سيدة بطة. الآن هيا لنجد منزلنا، إنه بهذا الاتجاه.
مرحبا. هل سمعتم شيئا؟ أجل، أعتقد سمعت أحدا يقول مرحبا. إنها الأرنبة الأم مع ريبيكا وريتشارد. أهلا يا بيبا، نحن تائهون. أهلا يا ريبيكا، نحن تائهون أيضا. نحن أردنا الذهاب إلى الملعب. ونحن أيضا، لكن الغيوم كثيرة جدا. تعالوا جميعا، سنعود لمنزلنا حتى ترحل الغيوم. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. من هنا. حسناً دادي بيك. لقد وجدت هبطنا. اقتربنا من المنزل. مرحبا. يجب أن يكون منزلنا هنا. دادي بيك وجد سلماً. هذا غريب، نحن ليس لدينا سلم في حديقتنا. يا إلهي، هل تعرف أين نحن دادي بيك؟ أجل يمكنني. أبي، أين نحن الآن؟ ألقي نظرة. حسناً. رائع. واو، أرى كل شيء مجدداً. هذا الغيم يذهب بعيداً. نحن في الملعب. مرحبا. وي، نحن في الملعب، نحن في الملعب. وي. أرجوحة، أرجوحة. أبي، أمي. نحن الآن في الملعب. حسناً، هذا جيد، لكنني ظننتما سنذهب للمنزل. وأنا أيضاً، قد نكون تهنا لوهلة صغيرة. السباحة. بيبا وعائلتها في حمام السباحة. دادي بيك يرتدي زي السباحة، ومامي بيك ترتدي زي السباحة، وبيبا ترتدي زي السباحة. أسرع يا جورج، الجميع ينتظر. وجورج يرتدي زي السباحة. بيبا، جورج، هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنب ريتشارد. أهلا ريبيكا. مرحبا جميعا. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جدا، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جداً في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيحاً يا ريبيكا؟ أجل. ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. آسفة يا ريتشارد، لا أستطيع الوصول، إنه بعيد جداً عني. أمي، لا أستطيع السباحة تحت الماء. أنا أيضاً لا يمكنني السباحة تحت الماء. أمسكي نظارتي جيداً. تفضل. أحسنت بالفعل. أنا جيد في السباحة تحت الماء. أه؟
إن رشاش المائي هو للأطفال. أيمكننا القفز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا، لكن ألواح الغطس هذه للكبار. أوه، ابتهجا وشاهداني أغطس. مضحك يا أبي، إن بطنك كبير جدا بالفعل. لا يهم، فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير. كان هذا منذ وقت طويل دادي بيج. لحسن حظي أنني محافظ على رشاقتي. أرجوك أمسكي بنظارتي، ستشاهدينني أفضل من الجانب. أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي. لن أرش عليكم الماء بالطبع، قد أحتاج إلى لوح أعلى. أرجوك توخى الحذر. أجل، لا ترشنا بالماء يا أبي. لا تقلقي بيبا. أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي. قلت لن أرشكم بالماء. ماهر يا أبي. أحسنت دادي بيج. لا أحتاج إلى منشافة، لدي طريقتي الخاصة لتجفيف نفسي. رش دادي بيج الماء على الجميع. دادي بيج، أعتذر للجميع. مرآب الكلب الجد. هذا هو مرآب الكلب الجد. ها هي بيبا وعائلتها في سيارتهم. مرحباً يا داني. أهلاً يا بيبا. كيف أساعدكم اليوم؟ لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. أوه، بالتأكيد. مرآب الكلب الجد يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكراً. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك. ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفذ وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أوه لا، نفذ كل الهواء من الإطارات. هل سيكون على الكلب الجد إنقاذنا؟ أعتقد. هذا أنا الكلب الجد. حسناً، اطمئني، لا تفزعي، سآتي لك. إلى الإنقاذ. أيمكنني القدوم؟ إلى الإنقاذ بيبا. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. مرحباً سوزي، لقد أتينا لإنقاذك. مرحبا. إن الكلب الجد ينفخ إطارات السيارة. أشكرك كثيراً. ها هي الجدة ومعها الجد في سيارتهما. مرحباً بالجميع. أهلاً جرانبا بيج، أتريد وقوداً أم نفخاً؟ شكراً، أريد تجربة الغسيل الآلي الجديد للسيارة. بالتأكيد، إنه يعمل بالكمبيوتر. أنا مغسلة السيارات المستقبلية. أولاً الماء والصابون، ثم الغسيل،
ثم أخيراً المسح. رائع! آسفة، لدي عطل. يا إلهي، لقد تعطل الكمبيوتر وسيارة الجد عالقتنا الآن. افعل شيئاً أيها الكلب الجد. أنا لا أعرف كيف أصلح الكمبيوتر. والدي، أصلح الكمبيوتر في منزلنا. حسناً، أنا لم أقم بإصلاح الكمبيوتر، أنا فقط... رائع، إذن هذه وظيفة دادي بيك. ربما إن قمت بإطفائه ثم أدرته مجدداً. دادي بيك أصلح مغسلة السيارات. إن الكلب الجد هو أفضل من يصلح سيارات، وأبي أصلح مغسلة السيارات. السوق الخيري. إنه يوم ممطر، وهناك ثقب بسطح المدرسة. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررت؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف، خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. لقد كنت تقول هذا منذ زمن طويل. عرفت، سأتبرع بالجوارب التي صنعتها جراني بيج. رائع. جئت لأجمع أشياءكم للسوق الخيري. ها هي. شكراً. أتودين هذا الكرسي القديم؟ شكراً لكرمك. إلى اللقاء. وداعاً. أمي، لقد تبرعت بكرسي أبي. لا تخبري، لن يلاحظ. إنه يوم السوق الخيري. مرحباً. أهلاً، أنسة أرنبة. بيبا، ما رأيك بهذا الكرسي؟ رديء بعض الشيء، تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب. لكنه أثري. حقاً؟ قال أبي إنه يساوي الكثير من المال. حقاً؟ لم أعلم، أظن علي رفع السعر. وداعاً. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة. تبرعت ببالون الببغاء. تبرعت بالقرد لعبتي. سوف أفتقد صندوقي الصغير. أشتري هذا الصندوق الصغير؟ وأنا أريد رداء الممرضة هذا. بالون الببغاء من فضلك. أمي، انظري لما اشتريناه. كل لعبك القديمة. لقد افتقدناها. انظروا لما اشتريته، إنه كرسي أثري. أوه دادي بيك، هذا ليس كرسياً أثرياً. بلى، أخبرتني الأنسة أرنبة، مثل كرسي القديم. أجل يا أبي، وهذا لأنه... شش،
بيبا؟ كرسيك القديم الأثري. ماذا؟ لكن الأنسة أرنبة جعلتني أدفع الكثير من المال. خبر رائع للجميع، لقد قمنا للتو بجمع المال لسطح المدرسة الجديد. مرحبا. شكراً دادي بيج. على الرحب والسعة. إعادة تدوير. سيد ثور عامل النفايات يجمع القمامة. إنه الصباح الباكر، لذا يحاول سيد ثور البقاء هادئاً، لكنه لا يستطيع البقاء هادئاً. بيبا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب، سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفاتور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بيبا توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور. لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. أوه حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحى، هيا بنا. مامي بيج معها الزجاجات، بابا معها علب الصفيح، وجورج معه الصحف. هل الجميع مستعد؟ أجل دادي بيج. إذن فلنذهب جميعاً. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. علب صفيح، زجاجات، صحف ورقية. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. هذا مركز إعادة التدوير. وصلنا. مرحبا. مرحبا بكم. أهلا أنسة أرنبة، أجئتم لتقوموا بإعادة التدوير؟ سنفعل. هذا رائع، استمروا. ما الذي تفعله الآنسة أرنبة؟ تعيد تدوير كل السيارات القديمة الصادئة. رائع. في أي صندوق نضع الزجاجات؟ الصندوق الأخضر. صحيح. والعلب في الصندوق الأزرق. أحسنت يا بيبا. يريد جورج إعادة تدوير الصحف. حسناً يا جورج، يمكنك وضع الصحف. هيا، اكتفينا من إعادة التدوير اليوم. أجل، هيا لنعد. أوه، أين ذهبت سيارتنا؟ لقد اختفت سيارة بيبا. تراجعوا. تعيد الأنسة أرنبة تدوير سيارة بيبا. توقفي، هذه سيارتنا. ماذا؟ أهذا صحيح؟ أجل. إن سيارتنا ليست قديمة وصادئة. غلطتي، أنا أحب إعادة التدوير. أجل، ونحن أيضاً، لكننا نحب سيارتنا الصغيرة. أجل، وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ زع
رحمة سير. جراني بيج وجرانبا بيج يجهزان الغداء لبيبا وعائلتها. أحضرت المزيد من البطاطس. أيها الجد، لدينا بالفعل بطاطس كافية. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. حسناً، لكن ضعي البطاطس بالفرن، سيصل الآخرون. أوه، لدينا وقت كاف. ما زالت 11. بيبا وعائلتها في الطريق. ليتنا تحركنا مبكراً، سوف نتأخر. لا تقلقي مامي بيج، ما زال لدينا وقت كاف. نحن نتأخر دائماً عندما نذهب لمنزل الجد والجدة. ليس هذه المرة، وجدت طريقاً جديداً لنتفادى زحمة السير. أوه، لم أتوقع هذا. بيبا وعائلتها علقوا في زحمة السير. انظروا، ها هو الكلب داني ومعه جده أيضاً. إن الكلب داني وجده علقا في الزحام أيضاً. أهلاً يا بيبا. مرحباً بيبا. نحن ذاهبون للغداء مع جدتي وجدي، نحن سوف نتأخر جداً. إنها الواحدة، لقد تأخروا كعادتهم. كيف هي البطاطس الآن؟ ما زالت تحتاج قليلاً من النضج. هذه أنا جراني بيج. مرحباً بك، نحن عالقون بزحمة السير. لا تقلق، نحن متأخرون أيضاً. الجد بالغ فيما يخص البطاطس، إلى اللقاء. المساكين عالقون في زحمة سير. يبدو أنه لدي وقت لإحضار بعض البطاطس. جرانبا بيج، نحن نتحرك ببطء شديد، لن نصل أبداً لمنزل الجد والجدة. بيبا محقة، فلنجرب طريقاً آخر. لكن لا توجد طرق أخرى. أنا أعرف. إلى اللقاء جميعاً، سنسلك طريقاً مختصراً. إلى اللقاء بيبا. موفقين. ستسلك مامي بيج طريقاً مختصراً كي تبتعد عن زحمة السير. الطريق المختصر وعر. هذا ممتع. هل أنت متأكدة من هذا؟ ثق بي. مرحباً أيها البط، نسلك طريقاً مختصراً. انظروا، إنه الطريق الرئيسي. أحسنت مامي بيج. لكننا ما زلنا خلف شاحنة داني. مرحباً. مرحباً. يا إلهي، طريق مامي بيج المختصر لم يكن ناجحاً كفاية. جيد، الغداء جاهز. وأهم شيء هو أن البطاطس نضجت. الغداء جاهز، لكن بيبا وعائلتها لم يصلوا بعد. جراندبا بيج يحدثك. كدنا نصل إلى منزلك، لكن السير بطيء ويتحرك بسرعة الحلزون. حلزون بطيء جداً جداً. أوشكوا على الوصول، لكن ما زالوا عالقين في الزحام. المساكين، إن الطعام سوف يبرد. أنا لدي فكرة، سوف أحضر عربة اليد. ما الذي يفعله جرانبا بيج؟ جراني بيج، أرجو أن تضع الغداء في عربة اليد. أمرك جرانبا بيج. إن لم يستطيعوا أن يأتوا للغداء، سوف نأخذ الغداء إليهم. انظروا، ها هما الجدة والجد، ومعهما غداؤنا في عربة اليد. مرحبا بكم، ها هو الغداء جاهز. أيكفي للكلب داني وجده أيضا ليأكل معنا؟ لدينا طعام يكفي للجميع. مرحبا بطاطس. من الجيد أنك طهوت الكثير من البطاطس. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. بركة القوارب. إن البط يسبح في البركة، إنهم سعداء جداً. ها هما بيبا وجورج، ومعهما مامي بيج ودادي بيج. أهلاً يا بط. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضر جورج قاربه اللعبة.
سندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟ قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء، لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعا. أهلا يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. أوه. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. هذا هو الكلب داني مع جرانداد دوغ. مرحبا جميعا. أهلا يا داني. جدي صنع لي قاربا بمجاديف. أوه. أظن هذا رائعا. كيف يعمل؟ بقوة البخار. أنا فقط أدفع هذه الذراع. يا له من قارب رائع. ها هي الأرنبة ريبيكا مع والدتها. مرحبا جميعا. أهلا يا ريبيكا، نحن نلعب بقواربنا. أتمنى لو كان لدي قارب. الأرنبة ريبيكا لا تملك قاربا. أنا لدي فكرة، لحسن الحظ أحضرت جريدتي معي. أحتاج فقط لصفحة واحدة. أي صفحة نزيلها؟ الأخبار؟ الرياضة؟ الموضة. ليست صفحة الموضة. سأستخدم صفحة التجارة. عندما كنت صغيراً اعتدت أن أطوي الجريدة بهذا الشكل. ما الذي يفعله دادي بيج؟ كي أصنع قارباً ورقياً. صنع دادي بيج قارباً ورقياً. شكراً دادي بيج. يريد جورج قارباً ورقياً أيضاً. يمكنني التخلي عن صفحة الرياضة. أحصل على قارب. وأنا. بالطبع. يصنع دادي بيج قوارب ورقية للجميع. لنتسابق. إنها فكرة جيدة. شهيق وزفير ثم ننفخ قواربنا الورقية. فليأخذ الجميع نفسا عميقا. استعدوا، اثبتوا، انفخوا. لدينا فائز. من أخذ صفحة الرياضة؟ هذا قارب جورج. جورج هو الفائز. مرحبا. أحب القوارب، لكنني أفضل القوارب الورقية. وقت العودة للمنزل. حظي الجميع بوقت رائع. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بط، أراكم قريبا. استمتع البط بالقوارب، لكنه يفضل الاستمتاع بالبركة بمفرده. فحص العين. بيبا وجورج يلعبان مع المهر بيدرو. سوف يقفزون في بركة الطين. انزلق بيدرو وفقد نظارته. أين نظارتي؟ بدون نظارة بيدرو لا يرى. جورج وجد نظارة بيدرو. جورج المضحك، تفضل. أشكرك. بيدرو، لما ترتدي هذه النظارة؟ أنا أحتاجها كما قال أخصائي العيون. من هو أخصائي العيون؟ إن أبي أخصائي عيون، يفحصك ليرى إن كنت ترى بوضوح. كيف؟ هل يرى ما بداخل رأسك؟ يقوم بفحص العيون. أتريدين أن أفحص عينيك؟ أجل، فلتفحص عيني. حسناً.
مثير للاهتمام. أغلقي عيناً وقولي لي ماذا ترين؟ أنا أرى جورج. الآن أغلقي عينيك. الآن أنا لا أرى أي شيء. لا ترين أي شيء. أمر مثير للاهتمام. أنت تحتاجين لنظارة. أوه، حقاً؟ نعم. بيدرو، وقت الرحيل. إلى اللقاء يا بيدرو. ناي. إلى اللقاء. أمي، أحتاج لنظارة. ماذا؟ بيدرو قام بفحص عيني وأنا أحتاج نظارة. عيناك سليمتان يا بيبا. لا يا أمي، عندما أغلق عيني لا أرى أي شيء تماماً. لا أحد يرى شيئاً عندما يغلق عيني. أوه، ماذا تقولين عن احتياجك لنظارة؟ تعرف بيدرو كل شيء عن النظارات، فإن والده أخصائي عيون. حسناً يا بيبا، لنأخذك إلى أخصائي عيون ليفحصك. لنذهب الآن. جورج، أتريد أن تفحص عينيك؟ لا. بيبا عند أخصائي العيون. سيد مهر هو أخصائي العيون. مرحباً بيبا، فلتجلسي. الآن كيف أساعدك؟ أريد فحص عيني أرجوك. بالتأكيد، ارتدي هذه النظارات وانظري إلى هذه اللوحة. سيد مهر سيفحص عيني بيبا. أيمكنك قراءة الحروف؟ حسناً. A B C D E F. جيد، والآن هذه الأرقام. 1 2 3 4 5 6. جيد. والآن هذه الألوان: أحمر، أخضر، برتقالي، أزرق، أصفر، بنفسجي. ممتاز. بينما أتفقد النتائج، أتختارين نظارة؟ أجل أرجوك. ماذا عن هذه النظارة؟ إنها مضحكة. أعرف، ماذا عن هذه؟ إنها كبيرة جداً. ماذا عن هذه؟ رائع، كم أحببت هذه يا أمي. أجل يا بيبا، تبدين رائعة. أنا أبدو رائعة جداً. عظيم، بيبا نظرها ممتاز. أنا لا أحتاج لنظارة؟ لا، لكنني أردت بالفعل نظارة حقاً. يمكنك الحصول على نظارة شمسية. أجل، نظارة شمسية. تفضلي. رائع جداً. ليتها تكون مشمسة كل يوم كي أرتدي نظاراتي الشمسية دوماً. وقت النوم. اقترب وقت النوم. أوشك بيبا وجورج على إنهاء العشاء. دادي بيج. آسف، أنا متعب، كان يوماً طويلاً. أنا وجورج لا نريد النوم مطلقاً. هل نلعب في الحديقة؟ اقترب موعد النوم. أنا ألعب بالخارج لفترة قليلة جداً. أرجوك يا أمي، أرجوك يا أبي. حسناً، عودا قبل موعد الاستحمام. لا أعلم من أين يأتيان بكل هذه الطاقة. بيبا وجورج يلعبان آخر لعبة بالخارج قبل موعد النوم. انظر يا جورج، الكثير من برك الطين. بيبا وجورج يرتديان أحذيتهما، سوف يقومان بالقفز في برك الطين. بيبا تحب القفز في برك الطين. جورج يحب القفز في برك الطين. انظر، أكبر بركة طين في العالم. يا لها من بركة كبيرة. بيبا، جورج، وقت الاستحمام. أبي، أمي، لقد وجدنا أكبر بركة طين في العالم. يمكنني رؤيته. هيا للحمام. أنا ألعب بالخارج لوقت أطول. لا،
إنه وقت الاستحمام. أتشعران بالنعاس أنت وجورج؟ لا يا أبي، نحن لا نشعر بالنعاس على الإطلاق. بيبا وجورج قد لا يشعران بالنعاس، لكن أشعر به. وأنا أيضاً. قبل وقت النوم، بيبا وجورج يستحمان. بيبا تحب رش الماء، وجورج يحب رش الماء. بيبا وجورج يحبان رش الماء. يكفي رش الماء لترتدي ملابس النوم. ألا يمكننا البقاء في الحمام لوقت أطول؟ انتهى وقت الاستحمام، حان وقت غسل الأسنان. قبل النوم، بيبا وجورج يغسلان أسنانهما. حسناً، يكفي هذا الغسيل. إلى النوم. أعتقد أن أسناننا تحتاج لغسيل أكثر. كونا مطيعين حتى تقرأ لكما القصة. فرحة. بيبا وجورج يحبان القصص. عندما تذهب بيبا إلى السرير، تأخذ معها تيدي دائماً. عندما يذهب جورج إلى السرير، يأخذ معه سيد ديناصور دائماً. أتشعران بالنعاس دائماً؟ لا لا يا أبي، نريد الكثير والكثير من القصص. دادي بيج سيقرأ لكما واحدة، أي كتاب تريدان؟ كتاب القرد الأحمر. حسناً، سأقرأ لكما كتاب القرد الأحمر. بيبا وجورج يحبان كتاب القرد الأحمر. في يوم من الأيام. آسفة دادي بيج. في يوم من الأيام كان هناك قرد أحمر، وهذا القرد الأحمر قام بالاستحمام وغسل أسنانه وذهب إلى سريره. عندها خلد إلى النوم بسرعة. ليلة سعيدة أيها القرد. بيبا وجورج نائمان. ليلة سعيدة، نوما هنيئا. الآن بيبا وجورج نائمان. مامي بيج ودادي بيج سوف يشاهدان التلفاز قليلاً. والآن حان وقت سيد بطاطس العظيم. كنت أتطلع لمشاهدة هذا البرنامج. سيد بطاطس العظيم مستعد للتحرك دوماً، يركض بسرعة، يقفز عالياً، ولا ينام أبداً. إنه وقت نوم بيبا وجورج، ويبدو أنه وقت نوم مامي بيج ودادي بيج أيضاً. اليوم الرياضي. اليوم هو اليوم الرياضي المدرسي. بيبا وكل أصدقائها هنا. المسابقة ستبدأ. على الأطفال أن يركضوا سريعاً. أعتقد سأفوز، يمكنني الركض بسرعة. لا، أنا أسرع منك. استعدوا، أثبتوا، هيا. يمكنني الركض 100 ميل في الساعة. يمكنني الركض 1,000,000 ميل في الساعة. بيبا، سوزي، توقف عن الحديث واركضا. الأرنبة ريباكا في المقدمة. يا إلهي، إن بيبا وسوزي ما زالتا في الخلف. هيا يا أرنبة. هيا ريباكا. ريباكا تفوز. بيبا وسوزي بالنهاية. الفائزة بالسباق هي الأرنبة ريباكا. شكراً. كان يمكنني الفوز إن لم تستمري في التحدث معي سوزي. اهدئي يا بيبا، تذكري أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة في هذا. أجل يا أبي. السباق الثاني هو الوثب الطويل. جورج وريتشارد عليهما أن يريا من سيقفز أبعد. جورج، هيا اركض بأقصى سرعتك وبعدها اقفز أبعد ما يمكن. جورج، استعد، أثبت، انطلق. جورج قفز أبعد ما يمكنه. الآن دور الأرنب ريتشارد. إن لم يركض ريتشارد فلن يستطيع القفز بعيداً. الأرنب ريتشارد، استعد، أثبت، انطلق. الأرنب ريتشارد قفز أبعد من جورج. والفائز هو الأرنب ريتشارد. مرحبا. يا
تذكر أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة أهم. السباق التالي المناوبة، كل طفل عليه اختيار شريك للتسابق. بيبا، اختاريني، اختاريني. لكن يا أبي، أنت لست جيداً في الركض. كنت جيداً جداً عندما كنت صغيراً. لكن الآن لديك بطن كبير. لكن يمكنني لمس أصابع قدمي. حسناً يا أبي، لكن عليك الركض سريعاً جداً. الأمهات والآباء سيركضون في بداية السباق، ثم يسلمون العصية للأطفال. الأمهات والآباء، استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. أسرعي يا أمي. دادي بيك في المقدمة. هيا يا أمي. هيا هيا يا أمي. شكراً يا أبي، لقد أحسنت عملاً. الآن هو دوري كي يأخذ. أوقف التحدث واركضي. استمري في الجري، استمري. والفائزة هي الفيلة إيميلي. أوه يا أبي، لم أفز بجائزة بعد. لا تقلق يا بيبا، هناك مسابقة أخرى. والآن آخر مسابقة في اليوم هي شد الحبل، الأولاد ضد البنات. عندما أقول انطلقوا، عليكم أن تسحبوا الحبل بكل قوتكم. البنات سيفوزن. لا، لن يفوزن، بل الأولاد. استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. هيا يا أولاد. هيا، اسحبوا. هيا يا فتيات، اسحبوا. أنا أسحب. الجميع يسحبون بقوة، الحبل ينقطع. النتيجة هي تعادل، لقد فاز الفريقان. مرحبا. أنا أحب اليوم الرياضي المدرسي، وخاصة عندما أفوز بجائزة كهذه. يوم ضبابي. بيبا وجورج سيذهبان إلى الملعب اليوم. علينا القيادة إلى الملعب. فلنذهب سيراً. انظروا، ها هو الملعب هناك. إن الملعب قريب. حسناً، لنذهب سيراً. هيا من هنا. ذاهبون للملعب، ذاهبون للملعب. إلى أين ذهبت السماء؟ لا تقلق يا بيبا، إنه مجرد غيم. ما هو الغيم؟ الغيم هو سحاب على الأرض بدلاً من السماء. إنه غيم كثيف. أنا لا أرى أي شيء. ربما علينا العودة للمنزل. أجل، سوف نذهب للملعب يوماً آخر. إن الجو ضبابي جداً للذهاب إلى الملعب، لذا عليهما العودة للمنزل. الآن، أين هو طريق المنزل؟ هل تهنى دادي بيك؟ لا تقلقي، أعلم تماماً أين نحن. من هنا. من وضع هذه الشجرة؟ دادي بيك ارتطم بشجرة. هل أنت بخير دادي بيك؟ أجل، أنا بخير. من هنا. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. لا أعتقد أننا سوف نجد منزلنا مجدداً. واثق أننا سنفعل يا بيبا، نحن في حديقتنا. أوه، إنهم البط. مرحباً سيدة بطة، هل أنت تائهة عن بركتك؟ نحن تائهون أيضاً. نحن لسنا تائهين، أعلم تماماً أين نحن. أراكم لاحقاً يا بط، حظاً سعيداً في إيجاد بركتكم. لقد وجد دادي بيك بركة البط. هذا موفق. أجل، يا لها من ضربة حظ. أبي، إن السيدة بطة تشكرك. على الروح بي يا سيدة بطة. الآن هيا لنجد منزلنا، إنه بهذا الاتجاه.
مرحباً. هل سمعتم شيئاً؟ أجل، أعتقد سمعت أحداً يقول مرحباً. إنها الأرنبة الأم مع ريبيكا وريتشارد. أهلاً يا بيبا، نحن تائهون. أهلاً يا ريبيكا، نحن تائهون أيضاً. نحن أردنا الذهاب إلى الملعب. ونحن أيضاً، لكن الغيوم كثيرة جداً. تعالوا جميعاً، سنعود لمنزلنا حتى ترحل الغيوم. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف، من هنا. حسناً دادي بيك. لقد وجدت هبطنا، اقتربنا من المنزل. مرحى. يجب أن يكون منزلنا هنا. دادي بيج وجد سلماً. هذا غريب، نحن ليس لدينا سلم في حديقتنا. يا إلهي، هل تعرف أين نحن دادي بيج؟ أجل، يمكنني. أبي، أين نحن الآن؟ ألقي نظرة. حسناً. رائع. واو، أرى كل شيء مجدداً. هذا الغيم يذهب بعيداً. نحن في الملعب. مرحى. وي، نحن في الملعب، نحن في الملعب. وي. أرجوحة، أرجوحة. أبي، أمي. نحن الآن في الملعب. حسناً، هذا جيد، لكنني ظننتما سنذهب للمنزل. وأنا أيضاً، قد نكون تهنا لوهلة صغيرة. السباحة. بيبا وعائلتها في حمام السباحة. دادي بيج يرتدي زي السباحة، ومامي بيج ترتدي زي السباحة، وبيبا ترتدي زي السباحة. أسرع يا جورج، الجميع ينتظر. وجورج يرتدي زي السباحة. بيبا، جورج، هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريبيكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. أهلاً ريبيكا. مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جداً، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جداً في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد، سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيحاً يا ريبيكا؟ أجل. ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. آسفة يا ريتشارد، لا أستطيع الوصول، إنه بعيد جداً عني. أمي، لا أستطيع السباحة تحت الماء. أنا أيضاً لا يمكنني السباحة تحت الماء. أمسكي نظارتي جيداً. تفضل. أحسنت بالفعل. أنا جيد في السباحة تحت الماء. أه؟
إن رشاش الماء هو للأطفال. أيمكننا القفز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا، لكن ألواح الغطس هذه للكبار. أوه، ابتهجا وشاهداني أغطس. مضحك يا أبي، إن بطنك كبير جدا بالفعل. لا يهم، فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير. كان هذا منذ وقت طويل دادي بيج. لحسن حظي أنني محافظ على رشاقتي. أرجوك أمسكي بنظارتي، ستشاهدينني أفضل من الجانب. أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي. لن أرش عليكم الماء بالطبع، قد أحتاج إلى لوح أعلى. أرجوك توخى الحذر. أجل، لا ترشنا بالماء يا أبي. لا تقلقي بيبا. أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي. قلت لن أرشكم بالماء. ماهر يا أبي. أحسنت دادي بيج. لا أحتاج إلى منشافة، لدي طريقتي الخاصة لتجفيف نفسي. رش دادي بيج الماء على الجميع. دادي بيج، أعتذر للجميع. مرآب الكلب الجد. هذا هو مرآب الكلب الجد. ها هي بيبا وعائلتها في سيارتهم. مرحبا يا داني. أهلا يا بيبا. كيف أساعدكم اليوم؟ لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. أوه، بالتأكيد. مرآب الكلب الجد يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكرا. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك. ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفد وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أوه لا، نفد كل الهواء من الإطارات. هل سيكون على الكلب الجد إنقاذنا؟ أعتقد. هذا أنا الكلب الجد. حسناً، اطمئني لا تفزعي، سآتي لك. إلى الإنقاذ. أيمكنني القدوم؟ إلى الإنقاذ بيبا. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. مرحباً سوزي، لقد أتينا لإنقاذك. مرحبا. إن الكلب الجد ينفخ إطارات السيارة. أشكرك كثيراً. ها هي الجدة ومعها الجد في سيارتهما. مرحباً بالجميع. أهلاً جرانبا بيج، أتريد وقوداً أم نفخاً؟ شكراً، أريد تجربة الغسيل الآلي الجديد للسيارة. بالتأكيد، إنه يعمل بالكمبيوتر. أنا مغسلة السيارات المستقبلية. أولاً الماء والصابون، ثم الغسيل،
ثم أخيراً المسح. رائع! آسفة، لدي عطل. يا إلهي، لقد تعطل الكمبيوتر وسيارة الجد عالقتنا الآن. افعل شيئاً أيها الكلب الجد. أنا لا أعرف كيف أصلح الكمبيوتر. والدي، أصلح الكمبيوتر في منزلنا. حسناً، أنا لم أقم بإصلاح الكمبيوتر، أنا فقط... رائع، إذن هذه وظيفة دادي بيك. ربما إن قمت بإطفائه ثم أدرته مجدداً. دادي بيك أصلح مغسلة السيارات. إن الكلب الجد هو أفضل من يصلح سيارات، وأبي أصلح مغسلة السيارات. السوق الخيري. إنه يوم ممطر، وهناك ثقب بسطح المدرسة. يا أطفال، سوف نقيم سوقاً خيرياً. المال الذي سنجمعه سنشتري به سطحاً للمدرسة. مرحبا! على الجميع إحضار شيء للسوق الخيري. ماذا علينا أن نحضر؟ فلتحضروا لعبة قديمة أو شيئاً لم يعد يستخدم. مياو. لقد وصل الأهل ليأخذوا أطفالهم. وقت الرحيل. لا تنسوا ألعابكم القديمة للسوق الخيري غداً. تختار بيبا لعبة للسوق الخيري. بيبا، هل قررت؟ فلتختاري لعبة واحدة. أجل، وهذا سيسدد ثمن سطح جديد للمدرسة. حسناً، أنا سأتبرع بالسيد ديناصور. سيد ديناصور هو لعبة جورج المفضلة. بيبا، لا يمكنك التبرع بسيد ديناصور. ألا يمكنني؟ لا. يا للورطة، أنا آسفة. ديناصور، هل تتبرعين بصندوقك الصغير؟ حسناً، الآن دورك يا أبي. ماذا؟ علينا التبرع بشيء للسوق الخيري. سأتبرع بهذه، وجورج سيتبرع بالكرة. بما سوف يتبرع أبي؟ لقد عرفت، إنه التلفاز. ليس التلفاز. لا، إنه مفيد جداً. أنا أعرف، خفاء أبي القديمان. لا، رائحتهما سيئة. عرفت، إنه كرسي أبي القديم. لكن هذا أثري. ما الذي يعنيه أثري؟ أثري تعني قديماً جداً وقيماً. لكن وجدته في سلة النفايات، إنه زهيد. سيساوي الكثير عندما أصلحه. لقد كنت تقول هذا منذ زمن طويل. عرفت، سأتبرع بالجوارب التي صنعتها جراني بيج. رائع. جئت لأجمع أشياءكم للسوق الخيري. ها هي. شكراً. أتودين هذا الكرسي القديم؟ شكراً لكرمك. إلى اللقاء. وداعاً. أمي، لقد تبرعت بكرسي أبي. لا تخبري، لن يلاحظ. إنه يوم السوق الخيري. مرحباً. أهلاً، أنسة أرنبة. بيبا، ما رأيك بهذا الكرسي؟ رديء بعض الشيء، تستطيعين قطعه واستخدامه كحطب. لكنه أثري. حقاً؟ قال أبي إنه يساوي الكثير من المال. حقاً؟ لم أعلم، أظن علي رفع السعر. وداعاً. مرحباً جميعاً. أهلاً بيبا. بما تبرعت يا سوزي؟ تبرعت برداء الممرضة. تبرعت ببالون الببغاء. تبرعت بالقرد لعبتي. سوف أفتقد صندوقي الصغير. أشتري هذا الصندوق الصغير؟ وأنا أريد رداء الممرضة هذا. بالون الببغاء من فضلك. أمي، انظري لما اشتريناه. كل لعبك القديمة. لقد افتقدناها. انظروا لما اشتريته، إنه كرسي أثري. دادي بيج، هذا ليس كرسياً أثرياً. بلى، أخبرتني الأنسة أرنبة، مثل كرسي القديم. أجل يا أبي، وهذا لأنه
بيبا، كرسيك القديم الأثري. ماذا؟ لكن الأنسة أرنبة جعلتني أدفع الكثير من المال. خبر رائع للجميع، لقد قمنا للتو بجمع المال لسطح المدرسة الجديد. مرحبا. شكراً دادي بيج. على الرحب والسعة. إعادة تدوير. سيد ثور عامل النفايات يجمع القمامة. إنه الصباح الباكر، لذا يحاول سيد ثور البقاء هادئاً، لكنه لا يستطيع البقاء هادئاً. بيبا وجورج ينهيان فطورهما. ما هذه الضوضاء؟ سيد ثور عامل النفايات. أهلاً سيد ثور. مرحباً جميعاً، علي الذهاب، سأجمع القمامة. وداعاً. وداعاً. أفرغ سيد ثور صندوق القمامة. جيد، هيا لننظف مكان الفطور. هل نساعد يا أمي؟ أجل يمكنك. لنرمي الزجاجة الفارغة في القمامة. بيبا توقفي. ماذا؟ نحن لا نضعها في صندوق القمامة، يمكن إعادة تدويرها. ماذا يعني هذا؟ الأشياء التي لا تستخدم ثانية نضعها في صندوق القمامة للسيد ثور. لكن الأشياء التي تستخدم ثانية نضعها في صناديق إعادة التدوير. الصناديق الحمراء للصحف، والزرقاء للعلب الصفيح، والصناديق الخضراء للزجاجات. بيبا لديك زجاجة، في أي صندوق ستضعينها؟ في الأخضر. أجل. هذا ممتع. الآن حان دور جورج. أتجد صحيفة للصندوق الأحمر؟ جورج يريد إعادة تدوير صحيفة دادي بيج. أنا لم أنتهي من صحيفتي بعد يا جورج، خذها بعد دقيقة. أوه حسناً، تفضل يا جورج. توضع الصحيفة في الصندوق الأحمر. بعد أن قمنا بجمع الأشياء سنذهب لمركز إعادة التدوير. مرحى، هيا بنا. مامي بيج معها الزجاجات، بابا معها علب الصفيح، وجورج معه الصحف. هل الجميع مستعد؟ أجل دادي بيج. إذن فلنذهب جميعاً. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. علب صفيح، زجاجات، صحف ورقية. إعادة تدوير، سنعيد التدوير. هذا مركز إعادة التدوير. وصلنا. مرحبا بكم. أهلا أنسة أرنبة، أجئتم لتقوموا بإعادة التدوير؟ سنفعل. هذا رائع، استمروا. ما الذي تفعله الآنسة أرنبة؟ تعيد تدوير كل السيارات القديمة الصادئة. رائع. في أي صندوق نضع الزجاجات؟ الصندوق الأخضر. صحيح. والعلب في الصندوق الأزرق. أحسنت يا بيبا. يريد جورج إعادة تدوير الصحف. حسناً يا جورج، يمكنك وضع الصحف. هيا، اكتفينا من إعادة التدوير اليوم. أجل، هيا لنعد. أوه، أين ذهبت سيارتنا؟ لقد اختفت سيارة بيبا. تراجعوا. تعيد الأنسة أرنبة تدوير سيارة بيبا. توقفي، هذه سيارتنا. ماذا؟ أهذا صحيح؟ أجل. إن سيارتنا ليست قديمة وصادئة. غلطتي، أنا أحب إعادة التدوير. أجل، ونحن أيضاً، لكننا نحب سيارتنا الصغيرة. أجل، وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ زع
زحمة سير. جراني بيج وجرانبا بيج يجهزان الغداء لبيبا وعائلتها. أحضرت المزيد من البطاطس. أيها الجد، لدينا بالفعل بطاطس كافية. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. حسناً، لكن ضعي البطاطس بالفرن، سيصل الآخرون. أوهوهو، لدينا وقت كافٍ. ما زالت 11. بيبا وعائلتها في الطريق. ليتنا تحركنا مبكراً، سوف نتأخر. لا تقلقي مامي بيج، ما زال لدينا وقت كافٍ. نحن نتأخر دائماً عندما نذهب لمنزل الجد والجدة. ليس هذه المرة، وجدت طريقاً جديداً لنتفادى زحمة السير. أوه، لم أتوقع هذا. بيبا وعائلتها علقوا في زحمة السير. انظروا، ها هو الكلب داني ومعه جده أيضاً. إن الكلب داني وجده علق في الزحام أيضاً. أهلاً يا بيبا. مرحباً بيبا. نحن ذاهبون للغداء مع جدتي وجدي، نحن سوف نتأخر جداً. إنها الواحدة، لقد تأخروا كعادتهم. كيف هي البطاطس الآن؟ ما زالت تحتاج قليلاً من النضج. هذه أنا جراني بيج. مرحباً بيكي، نحن عالقون بزحمة السير. لا تقلق، نحن متأخرون أيضاً. الجد بالغ فيما يخص البطاطس. إلى اللقاء. المساكين عالقون في زحمة سير. يبدو أنه لدي وقت لإحضار بعض البطاطس. جرانبا بيج، نحن نتحرك ببطء شديد، لن نصل أبداً لمنزل الجد والجدة. بيبا محقة، فلنجرب طريقاً آخر. لكن لا توجد طرق أخرى. أنا أعرف. إلى اللقاء جميعاً، سنسلك طريقاً مختصراً. إلى اللقاء بيبا. موفقين. ستسلك مامي بيج طريقاً مختصراً كي تبتعد عن زحمة السير. الطريق المختصر وعر. هذا ممتع. هل أنت متأكدة من هذا؟ ثق بي. مرحباً أيها البط، نسلك طريقاً مختصراً. انظروا، إنه الطريق الرئيسي. أحسنت مامي بيج. لكننا ما زلنا خلف شاحنة داني. مرحباً. مرحباً. يا إلهي، طريق مامي بيج المختصر لم يكن ناجحاً كفاية. جيد، الغداء جاهز. وأهم شيء هو أن البطاطس نضجت. الغداء جاهز، لكن بيبا وعائلتها لم يصلوا بعد. جرانبا بيج يحدثك. كدنا نصل إلى منزلك، لكن السير بطيء ويتحرك بسرعة الحلزون. حلزون بطيء جداً جداً. أوشكوا على الوصول، لكن ما زالوا عالقين في الزحام. المساكين، إن الطعام سوف يبرد. أنا لدي فكرة، سوف أحضر عربة اليد. ما الذي يفعله جرانبا بيج؟ جراني بيج، أرجو أن تضع الغداء في عربة اليد. أمرك جرانبا بيج. إن لم يستطيعوا أن يأتوا للغداء، سوف نأخذ الغداء إليهم. انظروا، ها هما الجدة والجد، ومعهما غداؤنا في عربة اليد. مرحبا بكم، ها هو الغداء جاهز. أيكفي للكلب داني وجده أيضا ليأكل معنا؟ لدينا طعام يكفي للجميع. مرحبا بطاطس. من الجيد أنك طهوت الكثير من البطاطس. لا يمكنك الاكتفاء من البطاطس أبداً. بركة القوارب. إن البط يسبح في البركة، إنهم سعداء جداً. ها هما بيبا وجورج، ومعهما مامي بيج ودادي بيج. أهلاً يا بط. البط يريد الخبز. متأسفون، ليس معنا أي خبز اليوم، لكن لدينا شيء ممتع أكثر. أحضرت بيبا قاربها اللعبة، وأحضر جورج قاربه اللعبة.
لندور مؤقت قاربك. قارب جورج يعمل بمؤقت. أسرع يا جورج، ضع القارب في البركة قبل أن ينتهي المؤقت. جورج يحب قاربه ذا المؤقت. يا أمي، أتدورين لي المؤقت؟ قاربك لا يحتاج للتدوير. إن قارب بيبا بشراع، الرياح تقوم بتحريكه. أنا لا أحب قاربي، إنه لا يفعل أي شيء، لأنه لا يوجد أي رياح اليوم. يحتاج بعض المساعدة. شهيق، زفير، سأنفخ قاربك ليتحرك. مرحى. لقد تحرك بسرعة. بيبا تحب قاربها الشراعي. هذه صديقة بيبا، الحمل سوزي. مرحبا جميعا. أهلا يا سوزي، نحن نلعب بقواربنا. أحضرت قاربي سريع. أيعمل بمؤقت؟ لا، إنه ببطاريات. يحتاج قارب سوزي بطاريات ليتحرك. أوه. القارب السريع رائع. آسفة سيدة بطة. هذا هو الكلب داني مع جرانداد دوغ. مرحبا جميعا. أهلا يا داني. جدي صنع لي قاربا بمجاديف. أوه. أظن هذا رائعا. كيف يعمل؟ بقوة البخار. أنا فقط أدفع هذه الذراع. يا له من قارب رائع. ها هي الأرنبة ريبيكا مع والدتها. مرحبا جميعا. أهلا يا ريبيكا، نحن نلعب بقواربنا. أتمنى لو كان لدي قارب. الأرنبة ريبيكا لا تملك قاربا. أنا لدي فكرة، لحسن الحظ أحضرت جريدتي معي. أحتاج فقط لصفحة واحدة. أي صفحة نزيلها؟ الأخبار؟ الرياضة؟ الموضة. ليست صفحة الموضة. سأستخدم صفحة التجارة. عندما كنت صغيراً اعتدت أن أطوي الجريدة بهذا الشكل. ما الذي يفعله دادي بيج؟ كي أصنع قارباً ورقياً. صنع دادي بيج قارباً ورقياً. شكراً دادي بيج. يريد جورج قارباً ورقياً أيضاً. يمكنني التخلي عن صفحة الرياضة. أحصل على قارب. وأنا. بالطبع. يصنع دادي بيج قوارب ورقية للجميع. لنتسابق. إنها فكرة جيدة. شهيق وزفير، ثم ننفخ قواربنا الورقية. فليأخذ الجميع نفساً عميقاً. استعدوا، اثبتوا، انفخوا. لدينا فائز. من أخذ صفحة الرياضة؟ هذا قارب جورج. جورج هو الفائز. مرحبا. أحب القوارب، لكنني أفضل القوارب الورقية. وقت العودة للمنزل. حظي الجميع بوقت رائع. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا بط، أراكم قريبا. استمتع البط بالقوارب، لكنه يفضل الاستمتاع بالبركة بمفرده. فحص العين. بيبا وجورج يلعبان مع المهر بيدرو. سوف يقفزون في بركة الطين. انزلق بيدرو وفقد نظارته. أين نظارتي؟ بدون نظارة بيدرو لا يرى. جورج وجد نظارة بيدرو. جورج المضحك، تفضل. أشكرك. بيدرو، لما ترتدي هذه النظارة؟ أنا أحتاجها كما قال أخصائي العيون. من هو أخصائي العيون؟ إن أبي أخصائي عيون، يفحصك ليرى إن كنت ترى بوضوح. كيف؟ هل يرى ما بداخل رأسك؟ يقوم بفحص العيون. أتريدين أن أفحص عينيك؟ أجل، فلتفحص عيني. حسناً.
مثير للاهتمام. أغلقي عيناً وقولي لي ماذا ترين؟ أنا أرى جورج. الآن أغلقي عينيك. الآن أنا لا أرى أي شيء. لا ترين أي شيء. أمر مثير للاهتمام. أنت تحتاجين لنظارة. أوه، حقاً؟ نعم. بيدرو، وقت الرحيل. إلى اللقاء يا بيدرو. ناي. إلى اللقاء. أمي، أحتاج لنظارة. ماذا؟ بيدرو قام بفحص عيني وأنا أحتاج نظارة. عيناك سليمتان يا بيبا. لا يا أمي، عندما أغلق عيني لا أرى أي شيء تماماً. لا أحد يرى شيئاً عندما يغلق عيني. أوه، ماذا تقولين عن احتياجك لنظارة؟ تعرف بيدرو كل شيء عن النظارات، فإن والده أخصائي عيون. حسناً يا بيبا، لنأخذك إلى أخصائي عيون ليفحصك. لنذهب الآن. جورج، أتريد أن تفحص عينيك؟ لا. بيبا عند أخصائي العيون. سيد مهر هو أخصائي العيون. مرحباً بيبا، فلتجلسي. الآن كيف أساعدك؟ أريد فحص عيني أرجوك. بالتأكيد، ارتدي هذه النظارات وانظري إلى هذه اللوحة. سيد مهر سيفحص عيني بيبا. أيمكنك قراءة الحروف؟ حسناً. A B C D E F. جيد، والآن هذه الأرقام. 1 2 3 4 5 6. جيد. والآن هذه الألوان: أحمر، أخضر، برتقالي، أزرق، أصفر، بنفسجي. ممتاز. بينما أتفقد النتائج، أتختارين نظارة؟ أجل أرجوك. ماذا عن هذه النظارة؟ إنها مضحكة. أعرف، ماذا عن هذه؟ إنها كبيرة جدا. ماذا عن هذه؟ رائع، كم أحببت هذه يا أمي. أجل يا بيبا، تبدين رائعة. أنا أبدو رائعة جدا. عظيم، بيبا نظرها ممتاز. أنا لا أحتاج لنظارة؟ لا، لكنني أردت بالفعل نظارة حقاً. أوه، يمكنك الحصول على نظارة شمسية. أجل، نظارة شمسية. تفضلي. رائع جداً. ليتها تكون مشمسة كل يوم كي أرتدي نظاراتي الشمسية دوماً. وقت النوم. اقترب وقت النوم. أوشك بيبا وجورج على إنهاء العشاء. دادي بيج. أوه، آسف، أنا متعب. كان يوماً طويلاً. أنا وجورج لا نريد النوم مطلقاً. هل نلعب في الحديقة؟ اقترب موعد النوم. أنا ألعب بالخارج لفترة قليلة جداً. أرجوك يا أمي، أرجوك يا أبي. أوه، حسناً، عودا قبل موعد الاستحمام. لا أعلم من أين يأتيان بكل هذه الطاقة. بيبا وجورج يلعبان آخر لعبة بالخارج قبل موعد النوم. انظر يا جورج، الكثير من برك الطين. بيبا وجورج يرتديان أحذيتهما، سوف يقومان بالقفز في برك الطين. بيبا تحب القفز في برك الطين. جورج يحب القفز في برك الطين. انظر، أكبر بركة طين في العالم. يا لها من بركة كبيرة. بيبا، جورج، وقت الاستحمام. أبي، أمي، لقد وجدنا أكبر بركة طين في العالم. يمكنني رؤيته. هيا للحمام. أوه، أنا ألعب بالخارج لوقت أطول. لا،
إنه وقت الاستحمام. أتشعران بالنعاس أنت وجورج؟ لا يا أبي، نحن لا نشعر بالنعاس على الإطلاق. بيبا وجورج قد لا يشعران بالنعاس، لكن أشعر به. وأنا أيضاً. قبل وقت النوم، بيبا وجورج يستحمان. بيبا تحب رش الماء، وجورج يحب رش الماء. بيبا وجورج يحبان رش الماء. يكفي رش الماء. لترتدي ملابس النوم. ألا يمكننا البقاء في الحمام لوقت أطول؟ انتهى وقت الاستحمام، حان وقت غسل الأسنان. قبل النوم، بيبا وجورج يغسلان أسنانهما. حسناً، يكفي هذا الغسيل. إلى النوم. أعتقد أن أسناننا تحتاج لغسيل أكثر. كونا مطيعين حتى تقرأ لكما القصة. مرحة. بيبا وجورج يحبان القصص. عندما تذهب بيبا إلى السرير، تأخذ معها تيدي دائماً. عندما يذهب جورج إلى السرير، يأخذ معه سيد ديناصور دائماً. أتشعران بالنعاس دائماً؟ لا لا يا أبي، نريد الكثير والكثير من القصص. دادي بيك سيقرأ لكما واحدة، أي كتاب تريدان؟ كتاب القرد الأحمر. حسناً، سأقرأ لكما كتاب القرد الأحمر. بيبا وجورج يحبان كتاب القرد الأحمر. في يوم من الأيام. آسفة دادي بيك. في يوم من الأيام كان هناك قرد أحمر، وهذا القرد الأحمر قام بالاستحمام وغسل أسنانه وذهب إلى سريره. عندها خلد إلى النوم بسرعة. ليلة سعيدة أيها القرد. بيبا وجورج نائمان. ليلة سعيدة، نوما هنيئاً. الآن بيبا وجورج نائمان. مامي بيج ودادي بيج سوف يشاهدان التلفاز قليلاً. والآن حان وقت سيد بطاطس العظيم. كنت أتطلع لمشاهدة هذا البرنامج. سيد بطاطس العظيم مستعد للتحرك دوماً، يركض بسرعة، يقفز عالياً، ولا ينام أبداً. إنه وقت نوم بيبا وجورج، ويبدو أنه وقت نوم مامي بيج ودادي بيج أيضاً. اليوم الرياضي. اليوم هو اليوم الرياضي المدرسي. بيبا وكل أصدقائها هنا. المسابقة ستبدأ. على الأطفال أن يركضوا سريعاً. أعتقد سأفوز، يمكنني الركض بسرعة. لا، أنا أسرع منك. استعدوا، أثبتوا، هيا. يمكنني الركض 100 ميل في الساعة. يمكنني الركض 1,000,000 ميل في الساعة. بيبا، سوزي، توقف عن الحديث واركضا. الأرنبة ريباكا في المقدمة. يا إلهي، إن بيبا وسوزي ما زالتا في الخلف. أيوة يا بيبا، هيا ريباكا. ريباكا تفوز. بيبا وسوزي بالنهاية. الفائزة بالسباق هي الأرنبة ريباكا. شكراً. كان يمكنني الفوز إن لم تستمر في التحدث معي سوزي. اهدئي يا بيبا، تذكري أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة في هذا. أجل يا أبي. السباق الثاني هو الوثب الطويل. جورج وريتشارد عليهما أن يريا من سيقفز أبعد. جورج، هيا اركض بأقصى سرعتك وبعدها اقفز أبعد ما يمكن. جورج، استعد، أثبت، انطلق. جورج قفز أبعد ما يمكنه. الآن دور الأرنب ريتشارد. إن لم يركض ريتشارد فلن يستطيع القفز بعيداً. الأرنب ريتشارد، استعد، أثبت، انطلق. الأرنب ريتشارد قفز أبعد من جورج. والفائز هو الأرنب ريتشارد. مرحبا. يا
تذكر أن الفوز ليس ما يهم، بل المشاركة أهم. السباق التالي المناوبة، كل طفل عليه اختيار شريك للتسابق. بيبا، اختاريني، اختاريني. لكن يا أبي، أنت لست جيداً في الركض. كنت جيداً جداً عندما كنت صغيراً. لكن الآن لديك بطن كبير. لكن يمكنني لمس أصابع قدمي. حسناً يا أبي، لكن عليك الركض سريعاً جداً. الأمهات والآباء سيركضون في بداية السباق، ثم يسلمون العصية للأطفال. الأمهات والآباء، استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. أسرع يا أمي. دادي بيك في المقدمة. هيا يا أمي. شكراً يا أبي، لقد أحسنت عملاً. الآن هو دوري كي يأخذ. أوقف التحدث واركضي. استمري في الجري، استمري. والفائزة هي الفيلة إيميلي. أوه يا أبي، لم أفز بجائزة بعد. لا تقلقي يا بيبا، هناك مسابقة أخرى. والآن آخر مسابقة في اليوم هي شد الحبل، الأولاد ضد البنات. عندما أقول انطلقوا، عليكم أن تسحبوا الحبل بكل قوتكم. البنات سيفوزن. لا، لن يفوزن، بل الأولاد. استعدوا، أثبتوا، انطلقوا. هيا يا أولاد. هيا، اسحبوا. هيا يا فتيات، اسحبوا. أنا أسحب. الجميع يسحبون بقوة، الحبل ينقطع. النتيجة هي تعادل، لقد فاز الفريقان. مرحبا. أنا أحب اليوم الرياضي المدرسي، وخاصة عندما أفوز بجائزة كهذه. يوم ضبابي. بيبا وجورج سيذهبان إلى الملعب اليوم. علينا القيادة إلى الملعب. فلنذهب سيراً. انظروا، ها هو الملعب هناك. إن الملعب قريب. حسناً، لنذهب سيراً. هيا من هنا. ذاهبون للملعب، ذاهبون للملعب. أوه، إلى أين ذهبت السماء؟ لا تقلقي يا بيبا، إنه مجرد غيم. ما هو الغيم؟ الغيم هو سحاب على الأرض بدلاً من السماء. إنه غيم كثيف. أنا لا أرى أي شيء. ربما علينا العودة للمنزل. أجل، سوف نذهب للملعب يوماً آخر. إن الجو ضبابي جداً للذهاب إلى الملعب، لذا عليهما العودة للمنزل. الآن، أين هو طريق المنزل؟ هل تهنى دادي بيك؟ لا تقلقي، أعلم تماماً أين نحن. من هنا. من وضع هذه الشجرة؟ دادي بيك ارتطم بشجرة. هل أنت بخير دادي بيك؟ أجل، أنا بخير. من هنا. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف. لا أعتقد أننا سوف نجد منزلنا مجدداً. واثق أننا سنفعل يا بيبا، نحن في حديقتنا. أوه، إنهم البط. مرحباً سيدة بطة، هل أنت تائهة عن بركتك؟ نحن تائهون أيضاً. نحن لسنا تائهين، أعلم تماماً أين نحن. أراكم لاحقاً يا بط، حظاً سعيداً في إيجاد بركتكم. لقد وجد دادي بيك بركة البط. هذا موفق. أجل، يا لها من ضربة حظ. أبي، إن السيدة بطة تشكرك. على الروح بي يا سيدة بطة. الآن هيا لنجد منزلنا، إنه بهذا الاتجاه.
مرحباً. هل سمعتم شيئاً؟ أجل، أعتقد سمعت أحداً يقول مرحباً. إنها الأرنبة الأم مع ريباكا وريتشارد. أهلاً يا بيبا، نحن تائهون. أهلاً يا ريباكا، نحن تائهون أيضاً. نحن أردنا الذهاب إلى الملعب. ونحن أيضاً، لكن الغيوم كثيرة جداً. تعالوا جميعاً، سنعود لمنزلنا حتى ترحل الغيوم. دادي بيك، أتعرف إلى أين تذهب؟ أجل، بالطبع أعرف، من هنا. حسناً دادي بيك. لقد وجدت هبطنا، اقتربنا من المنزل. مرحبا. يجب أن يكون منزلنا هنا. دادي بيج وجد سلماً. هذا غريب، نحن ليس لدينا سلم في حديقتنا. يا إلهي، هل تعرف أين نحن دادي بيج؟ أجل، يمكنني. أبي، أين نحن الآن؟ ألقي نظرة. حسناً. رائع. واو، أرى كل شيء مجدداً. هذا الغيم يذهب بعيداً. نحن في الملعب. مرحبا. وي، نحن في الملعب، نحن في الملعب. وي. أرجوحة، أرجوحة. أبي، أمي. نحن الآن في الملعب. حسناً، هذا جيد، لكنني ظننتما سنذهب للمنزل. وأنا أيضاً، قد نكون تهنا لوهلة صغيرة. السباحة. بيبا وعائلتها في حمام السباحة. دادي بيج يرتدي زي السباحة، ومامي بيج ترتدي زي السباحة، وبيبا ترتدي زي السباحة. أسرع يا جورج، الجميع ينتظر. وجورج يرتدي زي السباحة. بيبا، جورج، هيا البس العوامات. تفضل جورج، عوامات أذرعك تجعلك تبدو أكبر. دوري. جيد، الآن يمكننا النزول في الماء. إنها أول مرة لجورج في حمام السباحة. لما لا تضع قدماً واحدة في الماء؟ فلتجرب القدم الأخرى. يمكن لجورج وضع القدمين في نفس الوقت. فكرة جيدة. أحسنت يا جورج، لكن ليس عليك رش كل هذا الماء. ها هي الأرنبة ريباكا مع أخيها الصغير الأرنبي ريتشارد. أهلاً ريباكا. مرحباً جميعاً. ريتشارد، تمسك بهذه العوامة لتتمرن على تحريك قدميك. جورج، استعمل هذه لتحريك قدميك. جيد جداً، لكن حاول ألا ترش الماء. الأطفال الكبار لا يرشون. نحن بارعتان جداً في السباحة. عندما يكبر جورج وريتشارد، سيستطيعان السباحة مثلنا. صحيحاً يا ريبيكا؟ أجل. ريتشارد لديه لعبة رشاش. توقف يا ريتشارد. يا إلهي، أسقط ريتشارد رشاش الماء في حمام السباحة. آسفة يا ريتشارد، لا أستطيع الوصول، إنه بعيد جداً عني. أمي، لا أستطيع السباحة تحت الماء. أنا أيضاً لا يمكنني السباحة تحت الماء. أمسكي نظارتي جيداً. مرحبا. تفضل. أحسنت بالفعل. أنا جيد في السباحة تحت الماء. يا
إن رشاش المائي هو للأطفال. أيمكننا القفز من على ألواح الغطس؟ آسفة يا بيبا، لكن ألواح الغطس هذه للكبار. أوه، ابتهجا وشاهداني أغطس. مضحك يا أبي، إن بطنك كبير جدا بالفعل. لا يهم، فزت بجوائز في الغطس وأنا صغير. كان هذا منذ وقت طويل دادي بيج. لحسن حظي أنني محافظ على رشاقتي. أرجوك أمسكي بنظارتي، ستشاهدينني أفضل من الجانب. أرجوك لا ترش الماء علينا يا أبي. لن أرش عليكم الماء بالطبع، قد أحتاج إلى لوح أعلى. أرجوك توخى الحذر. أجل، لا ترشنا بالماء يا أبي. لا تقلقي بيبا. أرجوك لا ترشنا بالماء يا أبي. قلت لن أرشكم بالماء. ماهر يا أبي. أحسنت دادي بيج. لا أحتاج إلى منشافة، لدي طريقتي الخاصة لتجفيف نفسي. رش دادي بيج الماء على الجميع. دادي بيج، أعتذر للجميع. مرآب الكلب الجد. هذا هو مرآب الكلب الجد. ها هي بيبا وعائلتها في سيارتهم. مرحبا يا داني. أهلا يا بيبا. كيف أساعدكم اليوم؟ لدينا وقود ومنفاخ ومغسلة سيارات آلية جديدة. أريد مصاصتين مثلجتين. أوه، بالتأكيد. مرآب الكلب الجد يبيع الكثير من الأشياء كالمصاصات المثلجة. شكرا. وداعاً. وداعاً. أحب سيارتنا. وسيارتنا تحبنا أيضاً، صحيح؟ يا إلهي، توقفت السيارة. ماذا حدث؟ إنها لا تدور. أنا أعرف، سأتصل بالكلب الجد. هذا أنا الكلب الجد. ساعدني، لقد تعطلت سيارتنا. داني، لدينا مهمة إنقاذ. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. انظروا، ها هو داني والكلب الجد. مرحبا. الكلب الجد يعرف ما يخص السيارات. أهو شيء خطر؟ لا، لقد نفذ الوقود منك. ماذا سنفعل؟ لدينا وفرة من الوقود في مرآبي، سأسحبك. يسحب الكلب الجد سيارة بيبا إلى مرآبه. يملأ الكلب الجد سيارة بيبا بالوقود. شكراً أيها الكلب الجد. ها هما الحمل سوزي ووالدتها في سيارتهما. مرحباً بيبا. مرحباً سوزي، لقد نفد وقودنا والكلب الجد أنقذنا. واو، إن هذا مشوق. أراك لاحقاً. أراك لاحقاً. أوه لا، نفد كل الهواء من الإطارات. هل سيكون على الكلب الجد إنقاذنا؟ أعتقد. هذا أنا الكلب الجد. حسناً، اطمئني، لا تفزعي، سآتي لك. إلى الإنقاذ. أيمكنني القدوم؟ إلى الإنقاذ بيبا. إلى الإنقاذ. إلى الإنقاذ. مرحباً سوزي، لقد أتينا لإنقاذك. مرحبا. إن الكلب الجد ينفخ إطارات السيارة. أشكرك كثيراً. ها هي الجدة ومعها الجد في سيارتهما. مرحباً بالجميع. أهلاً جراندبا بيج، أتريد وقوداً أم نفخاً؟ شكراً، أريد تجربة الغسيل الآلي الجديد للسيارة. بالتأكيد، إنه يعمل بالكمبيوتر. أنا مغسلة السيارات المستقبلية. أولاً الماء والصابون، ثم الغسيل،
ثم أخيراً المسح. رائع! آسفة، لدي عطل. يا إلهي، لقد تعطل الكمبيوتر وسيارة الجد عالقتنا الآن. افعل شيئاً أيها الكلب الجد. أنا لا أعرف كيف أصلح الكمبيوتر. والدي، أصلح الكمبيوتر في منزلنا. حسناً، أنا لم أقم بإصلاح الكمبيوتر، أنا فقط... رائع، إذن هذه وظيفة دادي بيك. ربما إن قمت بإطفائه ثم أدرته مجدداً. دادي بيك أصلح مغسلة السيارات. إن الكلب الجد هو أفضل من يصلح سيارات، وأبي أصلح مغسلة السيارات.